يلا هسه تمام شباب اعتقد. اليوم ان شاء الله نحكي على الاريجيشن بروتوكول اللي هو الجولدن كونسبت او الجولدن سولجر خلينا نسميه او الليدن سولجر. اليوم الـ 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 حتى انت تضمن انه روت كانال مالتك تريتمنت 100% السكسس فريت مالته 100%، لازم انت تطبق كل الستبس. اتفقنا انه احنا كل الستبس بالاندو هي ممكن تكون سبب نجاح روت كانال تريتمنت، للاكسس اوبننج، للانسترومنتيشن، للاوبتشريشن، للفانال ريستوريشن. كل هذا مهم، كل هذا مهم بدون استثناء. اي شيء انت تسويه هذا مهم شباب، ماكو شيء مو مهم. انا هاي سالفه الطين المهم، لا كله مهم، ماكو شيء مو مهم. انت حتى تشيل البروبا من التشير وتلتزم بيدك هذه مهمه. اليوم انا دنتست واني اسيستنس، من اشتغل انا اقوم اجيب الادوات بيدي، ما اخلي حد يجيب لي اياهم، ومن اقوم انا انظف التشير مالتي. هذا تشيري، هاي هذا عملي، هذا مسؤوليتي، هاي امانتي، اني واجبي هذا. اقوم اجيب الاسرمس واحطه واشتغل بيه. فانا دنتست واني اسيستنت، خاف الاسيستنت ما يعرف، خاف الاسيستنت ما علي، انا ماكو مشكله، انا دنتست واني اسيستنت. حتى التي اف انا اخبطها بيدي ما بيها شيء، بالعكس قاعد اتعلم، قاعد اقوي ايدي على الميكسينج. زين وين وصلنا؟ اي فالاريجيشن مهم جدا يا شباب، جدا مهم موضوع الاريجيشن اليوم بالروت كانال تريتمنت. السكسسفل ريت يعتمد عليه بالروت كانال تريتمنت. شوف كيسات عالميه تخبل كيرفد اس شيب سي شيب الى اخره، والاوبتريشن يخبل والسيلر باف طالع عندك من الاكس راي، وبس ماكو هيلينج، بس اكو ساينو سيبتم. راديوجرافيكال الاكس راي يتخبل بس البيشت ما صار عنده هيلينج. البريابيكال بيرزيستنس صار استمر ما راح، مسميناه بيرزيستنس بريابيكال بريدونتايتس، انه بقى البريابيكال ليجن موجود. ليش ما قاعد يصير هيلينج؟ لان انت ما منظف صح، لان باقي بكتيريا انسايد الكنال. والمشكله يا جماعه اكو عالم شو يقول؟ يقول اليوم احنا نظريا 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 اذا قدرنا نطلع او نسوي الراديكولار سيستم فري اوف بكتيريا، اذا قدرت تسوي الراديكولار سيستم اللي هو البول تشامبر والنيرف والكنال وجماعتهم، اذا قدرت نظريا قدرت تسويها فري اوف بكتيريا ما يحتاج حتى ابتشر، يعني ما يحتاج اصلا تسوي اوبتشريشن. ليش؟ لان انت السبب المشكله انت تخلصت من عنده. اللي يهمنا احنا ما هو داخل البكتيريا، داخل البالب. اللي يهمنا اليوم انه نتخلص ما هو موجود في داخل التو ستراكشر، وليس ما راح نضيفه احنا من برا. البرا ما علي يبي، انا داخل البالب اذا قدرت اتخلص منه كله 100% نظريا، وضمنت انه بعد ما راح يصير بي شيء كلوزد، ما يحتاج اصلا اسوي اوبتشريشن. حتى البري ابيكال ليجن يا جماعه، حتى من يوصل اليوم البكتيريا تعبر توصل للبري ابيكال اريا، اجي انا شو اشتغل؟ الابيكال بيريدونتايتس وجماعات هذني مو اسوي روت كانال تريتمنت؟ اي نعم، انا شو اسوي؟ انا اشتغل فقط على التو ستراكشر، ما علي برا السن. برا السن اكو اميونيتي سيستم هي تشتغل عليه. البيريودوشيا ما علي بي. انا ما طول سديت السورس اوف انفكشن وسديت التشو راديكال سيستم البط، خلص بعد ما افكر بشيء. هذا هو زين. المشكله وين؟ المشكله انه يا جماعه الفايلز او الميتال انسترومنتس اللي اخترعوهن هن وظيفتهن حتى يسوون شيبنج وما يسوون كليننج. يعني هاي الفايلز اللي عندنا whether it's manual or rotary files هي ما صمموها حتى يقتلن البكتيريا، حتى ينظفون التو ستراكشر، حتى ينظفون الراديكولار سيستم. هن صنعوهن حتى يسوون لك شيبنج، حتى يسوون لك الكنال بشكل معين بحيث تستقبل الاوبتريتنج ماتيريال ديتا بيركا والسيلر وغيرها. زين شنو راح يقوم وظيفه الكلينيك؟ هو الاريجيشن. الاريجيشن سوليوشن. بحيث الاندو كل عالم بحد والاريجيشن عالم كونسبت بحد. زين المشكله وين؟ زين ليش ما يا جماعه الاسترمس ما تقدر تسوي لي ما تقدر تشتغل لي؟ الاسترمس ليش ما قاعد تقدر تشتغل وتقوم بوظيفتها اللي كلينيك؟ ما هو المصطلح استرمنتيشن معناها كلينيك اند شيبنج،
ومرات يسمونه بايوميكانيكال انسترومنتيشن. المشكله يا جماعه انه اول شيء راح يواجهك من تدخل انت للراديكولار سيستم هو الكومبلكسيتيز والريجولاريتيز الموجوده انسايد الراديكولار سيستم. انت التو ستراكشرز مو طريق طريق عدل، هو مو شكل مستطيل او شكل مربع، لا هو عباره عن تفرعات وتشعبات. لهذا هو شيء يسمونه سيستم، لانه مو بس شيء واحد، هو اشياء. فالريجولار سيستم الكومبلكسيتي مالته والريجولاريتيز ما يقدر يوصل له الفاير حتى ينظفها ويقصها ويقتل البكتيريا. هيش سيستم يقدر ينظف البكتيريا، نقدر ينظف الفاير؟ شلون يوصل بهاي اللاترال كينالز بهذه الدلتا اللي هنا؟ شلون يوصل بهاي الاسمص الموجود بين ذي تو كينالز؟ وين اكو فاير يوصل هنا؟ هذه اولا. النقطة الثانية انه حتى اذا وصل الفايل شلون يقدر يقتل البكتيريا؟ شلون؟ يضربها يا شلون؟ والأهم من هذا كله بصفحة، والبصفحة ثانية أنه أنت من تجي تسوي instrumentation بالفايل، من تجيب أنت فايل وتقص، تقص الوول الدنتينال وول، هذا الدنتينال وول ما راح يدب دبريز؟ ليش أنت هذا القصة وين قاعد يروح؟ اليوم من اجي انا اسوي كافيتي بريبريشن فور كلاس 1 وجاي احفر بالكافيتي، مو اكو دبريز تطيح انسايد الكافيتي؟ وهاي الدبريز تطيح انسايد الكافيتي احنا سميناها سمير ليا، نفس الحاله انسايد ذا كينال. الفايل نيقص بالدنتال وول قاعد يذب دبريز، هاي الدبريز هي عباره عن سمير ليا، وهاي السمير ليا مشكلتها راح تلتصق على الدنتال وول، والدنتانال وول بي اما الريجولاريتيز ولاترال كانال ودنتانال تيوبيول واحتمال قتل البكتيريا داخله ببطنها. واحد. والنقطه الثانيه انه هذه السمير لاير من تلتصق على الدنتانال وول راح تقلل لك الادابتيشن مال اوبتريشن ماتيريال وذا ات از سيلر اور جتابيركي. اذا تجيب انت تحط الجتابيركي، واحده من وظائف السيلر يا جماعه انه يشتغل مثابه بوند، يربط لك التو ستراكشر بالجتابيركي، واحده من وظائف السيلر لازم يكون بي بوندنج، يربط لك التو ستراكشر بالجتابيركي. فاذا موجوده انت سمير لاير على التو ستراكشرز، شلون راح تجي اوبتريتنج ماتيريال تلتصق عليها؟ فراح يصير هنا ويك ادابتيشن. اللي سوى هاي الويك ادابتيشن وسوى هاي المشكله هي السمير لاير، والسمير لاير تكونت نتيجه الانسترومنتيشن فايل، لان انا فاوت فايل يقص بالدنتين وول وهاي دبريز قاعد تطيح جوه او تطيح على الوول. هذا شو يضيف لي اياها؟ لهذا مضطر انا اليوم استخدم انذر كونسبت، لان الفايلز ما قاعد تشتغل وظيفتهم، الفايل وظيفتهم صمموها حتى فقط تسوي لك شيبنج للكنال حتى تستقبل اوبتريتنج ماتيريال اللي هي الجتابيركي وجماعته. زين. الراديكولار سيستمز، هذه لاترال كنالز، هذه هنا دلتا، هنا مرات تكون اسمص، هذا ما حد يقدر ينظفه. الفايل اقصى شيء يسويه يجي يفوت هنا يقص السوبرفيشال سيرفيس او الدنتال وول من هنا ومن هنا بس، هذا الباقي ما عليه به هو. مو وظيفته، ما يعرف له، ما يندل له. بينما انا اذا جبت اريجيشن ماتيريال، جبت سوائل وفوتتها انسايد، وهذا السوائل طريه ماده يعني مو سوليد، فراح تجي تفوت هنا تعبر من هنا تطلع من هنا تدخل انسايد ذا لاترال كينالز انسايد ذا دنتال تيوبز مثل ما هنا حاقنين هنا داي اللي هي المثلين بلو حاقنين انسايد ذا تو ستراكشرز وشايفين وين تروح؟ راح تمشي تطلع قبل ولا تدخل بالتشعبات؟ هذه المثلين بلو داي صبغه. شوف ايش قد مشت وشوف شلون الراديكولار سيستم كومبلكس. هذا سيستم كامل. شوف دكتور اللاترال كنالز، شوف هذا اللاترال كنالز قاعد يفتح على الاورال كافيتي على البريودونشيوم. هاي هنا ما توصلها فايلز بعد البكتيريا على مستوى هذا الكترون مايكروسكوب اللي يطلع لك حتى الفيروسز. شوف
هاي هالجدوتة اللي هي بالحقيقة تطلع بالمايكرو، هذه استعداد تقيسه على مستوى المايكرو، شوف ايش قد بيها بكتيريا. هذا فيلير، هذا مشروع فيلير. ويجي يقول لك اللي حتى تكون اندودونتست جيد او تشتغل اندو يحتاج لك 5 سنين. لا دكتور ما يحتاج 5 سنين، يحتاج انه تلتزم انت بالبرنسبل، يحتاج انت تلتزم بالكونسبت والساينس. مو انا 5 سنين يلا اقدر يلا اصير جود كلينيشن. اكو فرق بين الدنتست والكلينيشن. الكلينيشن اللي هو بس يشتغل اعطي فايلات يسوي لي روت كير تريتمنت، بس هو ما يعرف باقي الكونسبت مال الدنتست. 5 سنين يلا اشتغل اندو. لا دكتور الاندو ظاهر الظاهر الظاهر الاندو الى ناسي، مو لك دكتور الى ناسي الاندو. زين فهذا على مستوى المايكرو. شوف شوف اللاترال كنال اللي هي ايش قدوتها، ايش قد بيها بكتيريا، وهاي البكتيريا كلها ما منظفه لان الفايل ما وصل لها. وحتى الارجاس من يوصل من يفوت انسان كذا احتمال ما يوصل هنا، ما يدخل داخل اللاترال كنز. بس راح نشوف احنا شلون يحتاج نفهم. زين فالفاكتورز العوامل المؤثره على الاكتيفيتي مال ارجاس سوليوشن، انا اليوم عندي ارجاس سوليوشن واكو عوامل تاثر على الارجاس سوليوشن من ناحيه النجاح والفيلير مالته. مثل ايش؟ الايج اوف ارجاس، عمره ايش قد، كونستريشن تركيزه، الكونتاكت قاعد يلامس الوول ما يلامسه. هسه شوف لانه اكو مرات اريجيشن ما تلامس الوول، انت حاطه داخل الكنال بس هي ما ملامسه كل الوول مال الكنال. بعد بريزنس اوف اورجانيك تيشو، نعم كوانتيتي اوف اريجنت يوز، ايش قد قاعد تستخدم كميه اريجيشن. شنو؟ جيج اوف اريجيتنج نيدل، ليش هي النيدل لها علاقه؟ بس احنا قاعد نستخدم الهايبوديرميك اريجيشن. لا دكتور اكو اريجيشن خاصه فقط للنيدل اوف اريجيشن، يعني مصممه الديزاين مالتها للاريجيشن. هسه شفت شو ليش السيرفيس ستيشن اوف اريجيت، هذا جدا مهم. دكتور ليش معصب؟ لا لا دكتور بالعكس ما معصب. زين السيرفيس ستيشن اوف اريجيشن، اذا تذكرون من حكينا على موضوع البوند وقلنا لازم انا احصل على ماتيريال على بوند يكون لو سيرفيس تنشن. مصطلح سيرفيس تنشن انه شنو؟ انه المقاومه مال هذا السائل يكون مقاومته اقل من السطح حتى يمشي بسرعه فري. وضربنا مثلا من قلنا انا اليوم احط قطره ماي على ميز واشوفها راح تمشي تروح تتحرك، بينما اذا احط قطره دهن بمكان واحد راح اروح اجي بعد سنه القدام كانها ما متغيره. والسبب ليش؟ انه هاي هنا مقاومته اعلى من مقاومه السطح، اللي هو علاقه بالسيرفيس ستيشن الشد السطحي. زين شنو هذا له علاقه بالشد السطحي؟ ايش دخله بالاريجيشن؟ يا شباب انه انا اليوم اذا حطيت صوديوم هايبوكلورايد مثلا انسايد ذا كانال، انت تضمن هذا الصوديوم راح يروح يوصل ويدخل بالدكتال تيوب واللاترال كانال؟ تضمن؟ لا ما تضمن، ما تقدر. هو مو لان سائل انت تعتقد لان سائل هو راح يفوت باللاترال كنز، لا احتمال انت مسوي اريجيشن عادي، مسوي اريجيشن حالك حال الناس بس ما داخل عندك باللاترال كنز ولا واصل يم الدنتانال تيوبيول. ليش؟ لان يلعب هنا يدخل عندك موضوع السيرفيس تنشن، لازم يكون لو سيرفيس تنشن، الشد السطحي مالته اقل من الشد السطحي مال السن حتى يقدر يدخل بداخل الدنتانال تيوبيول، لان هاي على مستوى المايكرو. تمبرشر اوف اريجيشن، temperature of irrigation، درجة حرارة الإيريجيشن شنو لها علاقة؟ نشوفها الـ frequency of irrigation والكنال diameter إلى آخره. زين أوكي الـ types of irrigant، أحتاج أنا اليوم يا شباب حتى أقول هذا irrigant solution الـ ideal، الـ ideal requirement for irrigant solution، يعني شنو هن المتطلبات الحقيقية حتى أقول هذا يقدر يستخدم أقدر أستخدمه irrigant solution. أحتاج أنا 4 نقاط بس اذا شفت هذا الاريجيشن سوليوشن محقق هاي الـ4 نقاط اقول عليه هو هذا ايديال، واللي هو لحد الان ما موجود بالعالم. اولا احتاج الاريجيشن سوليوشن انه يكون انتي بكتيريال، يعني يقضي البكتيريا عشان تلم المستخدمه اذا ما يقضي على البكتيريا. واحد، واذا انتي مايكروبيال بعد افضل، اذا انتي مايكروبيال يعني يقتل لك بكتيريا وفيروس وفانجاي بعد افضل، اكون شاكر وممنون. النقطة الثانية احتاج الاريجنت سوليوشن يمتلك لك ديسولفينج تيشو ابيليتي،
يعني الاريجن سوليوشن يكون عنده قدره وامكانيه يحلل لك التشيو سواء كان اورجانيك تشيو او ان اورجانيك تشيو. هاي اثنين. ثلاثه، احتاج الاريجن سوليوشن يمتلك لك صفه الليبريكانت، يعطيني ليبريكيشن. ثلاثه، النقطه الرابعه خاصيه الفلاشنج ايجنت. شنو يعني فلاشنج؟ يعني اغسل بيه مثل ما انت كاظ صونده وجاي ترش، جاي ترش بالصونده، رش ماي على الطرمه حتى اخر الدبريز اواخرها واخر التراب والوساخه، هاي يسمونها فلاشنج، انه يكون سائل بحيث من احطه انسايد كلام يطرد لي الدبريز لي برا. اذا اكو اريجن سوليوشن يحقق لي هاي النقاط هذا اسميه ايديال. والحد الان ماكو هذا الاريجن سوليوشن، وهسه نعرف ليش ماكو. اول نوع بالاريجن سوليوشن اللي هو يسمونه صوديوم هايبوكلورايد. هذا صوديوم هايبوكلورايد، الصوديوم هايبوكلورايد تقريبا هو الوحيد اللي يمتلك لي هاي الصفات الاربعه تقريبا تقريبا. ليش؟ لان الصوديوم هايبوكلورايد يا جماعه بالمناسبه الصوديوم هايبوكلورايد اول ما استخدموه بالحرب العالميه الاولى استخدموه كديسنفكتد، يستخدموه يعقون الجروح. الحرب العالميه كانت من 1914 الى 1918، ب 1919 استخدموا الصوديوم هايبوكلورايد لاول مره بالاندو. زين انا هذا ما يفيدني الحكي. يفيدني شنو؟ ان الصوديوم هايبوكلورايد اليوم يمتلك لك انتي بكتيريال افكت، بس احنا مو عندنا اربع نقاط؟ خلينا نحقق لنا ولا لا. اولا الصوديوم يمتلك لي انتي بكتيريال افكت، يقدر يقتل البكتيريا. واحد. اثنين يمتلك لي تشيو ديسولفنج ابيليتي. بس يا تشيو الاورجانيك تشيو. الصوديوم هايبوكلورايد يقدر يحلل فقط الاورجانيك تشيو، الانورجانيك ما يقدر عليها. زين. ثلاثة، هذا يعطيك الابلكيشن والدليل انه انا اليوم ما اقدر افوت فايل انسايد ذا دراي كينال، لان هذا يعتبر كفر. انه انت هذا فيتال ميستيك تفوت فايل بقناة جافة هذا غلط. فش احط لازم على الاقل انسايد ذا كينال صوديوم هايبوكلورايد حتى يعطيني الابلكيشن افكت. أربعة، أن الصوديوم هايبوكلورايد يقدر يشتغل لك فلاشنج ايجنت، والدليل أنه أنا من أحطه انسايد الكنال وأحقنه أسوي له انجكشن تطلع بسرعة دبريز، إذا عندي دبريز تطلع بسرعة. فالصوديوم هايبوكلورايد حقق لك كل شيء أتمناه وأريده عدا سالفة الديسولفنج الإن أورجانيك تشيو ما يقدر عليها. يعني هيدروكسيابيتايت هذا ما يقدر، لا كالسيوم ولا فوسفيت ما يقدر عليها. هذا يحلل لي بالب تشيو لكن دنتينو جماعته هاي ما يقدر عليه ضعيف. زين هذا شنو هو؟ فقط هذا انتي بكتيريال مو انتي مايكروبيال، هذا فقط يقدر لك على البكتيريا. وبالمناسبه الصوديوم هايبوكلورايد هو عباره عن برود سبكترم انتي بايتك، يعني كانتي بكتيريال هو برود سبكترم، عفوا انتي بكتيريال هو برود سبكترم، يعني يشتغل لك على جرام بوزيتيف والجرام نيجاتيف. واحنا اليوم بالاندو مين البكتيريا هي عباره عن انيروبيك لا هوائية خصوصا الدروبات. شو الصوديوم؟ الصوديوم بي تو كومبوننتس، الهايبوكلوروس اسيد والهايبوكلورايت ايون. الهايبوكلوروس اسيد والهايبوكلورايت ايون اثنينات المسؤولات عن الانتي مايكروبيال افكت مال الصوديوم هايبوكلورايد. شو يسوي الصوديوم؟ احنا متفقين بالمرحله الثالثه من حكينا على موضوع الانتي بايتيك، قلنا انه عندنا نوع من الانتي بايتيك. واحد يقتل لك البكتيريا عن طريق السيل وول، يسوي لك بنتريشن للسيل وول، دامج للبكتيريا السيل وول، وواحد لك خل جوا على الدي ان اي. هذا الخاصيتين يمتلكهن. اول شيء يسوي لك بنتريشن وديستركشن للبكتيريا السيل وول، واحد. والنقطه الثانيه يسوي لك كيميكال كومبينيشن وي البروتوبلازم مال البكتيريا والليبيد ممبران مال البكتيريا والدي ان اي مال البكتيريا. يعني هذا كل البكتيريا يفلش الوول مالتها ويدخل على الدي ان اي يفلشه. هذا الصوديوم يشتغل على كل شيء، على السيل وول وعلى الدي ان اي. والاحلى من هذا انه يقدر يسوي لك ديسولفنج للاورجانيك تشو مثل البالب. شباب متفقين؟ هايبوكلورس والكلورايد ايون، الزبده بالصوديوم هو الكلورايد ايون، وقدرت شلون يقدر يضرب لك الدي ان اي وشلون يقدر يسوي لك تشو ديسولفنج.
لهذا هم اليوم يعتبرونه هو الجولد ستاندرد اوف اندودونتيك اريجيشن سوليوشن. هو هذا بتاع كله. وتقدر انت اليوم ثيوريتيكلي نظريا تقدر انت، او نظريا هو اكيد الناس هتستخدمه، انه انت تستخدم اريجيشن سوليوشن بس صوديوم. بس مو معناه راح يعطيك سكسسفل ريت، لا. انت ممكن تشتغل اي بس ما اتوقع انه راح تحصل سكسسفل ريت عالي. لان هذا ما يقدر يتخلص لك من السمير لاير. هذا ما يقدر. زين. الصوديوم هايبوكلورايد يا جماعه يعني احنا اليوم ما نقدر نستخدم عليه بالاندو نهائيا. قبل ان انتقل للكلوركسيدين، الصوديوم هايبوكلورايد يجيك التركيز مالته من 0.5 الى 5.25، هاي التركيز المتوفر حاليا. هذا اللي تشوفه انت بالصوره هو صوديوم هايبوكلورايد، هم يسمونه طبي، بس هذا يجي مثل هو ايش كاتب لك هسه 5.25، هذا يجيك فيت 5.25، يجيك ستاندر جاهز يبيعوه بالمحلات بالماركتينج. اكو ناس لا، اذا واحد توكسيك، لا هو كل شيء هو توكسيك، هو توكسيك يعني من يسوي لك تاتشنج للتيشو للبريبيكال احتمال يسوي لك توكسيك، بس هو انسايد كان مو توكسيك. هذا الصوديوم هايبوكلورايد يا جماعه اكو ناس بتستخدم هذا الجاهز اللي هو يجيك جاهز كامل مكمل، اكو ناس تستخدم الصوديوم هذا اللي عندنا الكلور اللي عندنا بالبيت يسمونه بليشنج ايجنت مال التنظيف. يا جماعه هذا تركيزه مو 5.25، هذا تركيزه عالي. فهو شو يسوي؟ يقول لك اخففه. شلون تخففه؟ مثلا يجيب كوب صوديوم من هذا مال البيت المنزلي، ويجيب كوبين مثلا ماي او ثلاث كوب ماي ويخفف. بس هذا انت التخفف مالته راح يشتغل ما ادري، يشتغل ما اعرف. فانت للاطمئنان حتى تحصل على افكاسه جيده استخدم هذا، لان انا شفت هسه حاليا بالخبط ما خبط انه مرات استخدم صوديوم بس توني حاط القطره البيش تختنق، ما عندنا رابر دام، تحط قطره البيش تختنق. زين تطيح على الملابس مثل ما استخرب. ومرات استخدم صوديوم اغسل هيك غسل الكرم غسل كل شيء ما بي ولا له تاثير، يطيح على الملابس ولا كانما بيشت ولا الدعاد ولا كانما موجود ولا بيريحه اصلا. ليش؟ لان هنا يدخل موضوع الكونستريشن، انه انت شلون انت تحضره، هذا ضعيف هذا خفيف، فهذا الجاهز افضل انا اشوفه. زين هذا اول اريجن سوليوشن. الثاني اريجن سوليوشن هو الكلورهكسيدين. الكلورهكسيدين 2% هذا هو عباره عن برود سبيكترم انتي بايوتيك، عفوا برود سبيكترم انتي بايوتيك. الكلورهكسيدين بدا يعني مثل ما تقول اشتهر من نيجي اليوم احنا نحكي على كيسات اللي هن النكروتيك كيسز. ليش؟ لان اكو بكتيريا يسموها انتروكوكس فيكاليس القادر على قتل هذه البكتيريا هو الكلورهكسيدين. هسه هو جرام نيجاتيف وجرام بوزيتيف على عيني وراسي، هو انتي بكتيريال تمام التفقين. هسه دكتور هسه نسولف شلون على التراكز بالكامل، بس خلينا شوي نستعرض الريجنت سوليوشن. الحلو بالكلوركسيدين شنو؟ خلينا نجي نشوف الكلوركسيدين الاربع نقاط اللي عندنا اللي هو لازم يكون انتي بكتيريال، انتي بكتيريال ولازم يكون بيتشو ديسوفيك ابيليتي والليبريكيشن وفلاشنج. خلينا نجي نستعرض هسه. اولا الكلوركسيدين هو انتي مايكروبيال اصلا، يعني يشتغل لك بكتيريا يشتغل لك فانجاي يشتغل لك فيروس. واحد اثنين ما بي تشو ديسولفينج ابيليتي، يعني هذا لا يهش ولا ينش، لا يشتغل اورجانيك ولا يشتغل ان اورجانيك، هذا ما بي اي لبريكنت، هذا حتى مو فلاشنج. اذا الكلورهكسيدين هو فقط انتي بكتيريال بس. زين انتي بكتيريال وبرود سبكترم وعلى عيني وراسي. ايش بعد؟ شنو مميزات البي؟ لازم ترغبني بيه حتى استخدمه. ما تقول لي انتي بكتيريال وانا عندي الصوديوم اقوى من عنده، خي ولي هذا. رغبني بيه. بيع لي اياه. قل لي هذا هيك وهيك حتى اشتري اني. الحلو بالكلوركسيدين شنو؟ اولا انتي بكتيريال وانتي مايكروبيال ويشتغل على كل شيء. واحد. اثنين هذا الصوديوم هذا الكلوركسيدين اذا تخليه انسايد ذا كانال
راح يبقى بالكنال لمدة 12 أسبوع ملتصق على الوول مال الكنال. كلوراكسيدين لمدة 12 أسبوع ملتصق على الوول مال الكنال، ورافع لك البي اتش مالته بحيث يمنع لك النمو أو دخول مال البكتيريا مرة ثانية. تعرف شنو؟ يعني أنا من أغسل كفاينل رينز راح تبقى آثاره وبقية من عنده من كلوراكسيدين ملتصقة على الوول مال الكنال. فمنتج البكتيريا ما تتحمل لان هذا رافع لك البي اتش، فتاثيره لمده 12 اسبوع يقدر يبقى انسايد كنالز، يعني موجود داخل الكنال، ويمنع لك نمو البكتيريا مره ثانيه. يعني خاف انت عندك فيلير بمكان معين وتدخل من عنده بكتيريا وهو موجود ما تتحمل البكتيريا. فشي يسوي؟ يقول لك هو مينتينينج اتس انتي بكتيريال افكت فور 12 ويكس، 12 اسبوع باقي على الوول. زين توب، هاي خوش نقطة. النقطة الثالثة بالكلوراكسيدين يا جماعة انه احنا خضيناه بالاوبراتيف، يشتغل يثبط لك الماتريكس ميتا البروتينيز اللي هو عبارة عن انزيم ياكل لك الدنتا، ياكل لك الكولاجين فايبرز الموجودة بالدنتا وتوبولز ويأثر لك على البوندينج. هاي خضيناه بالاوبراتيف. شنو علاقته هنا؟ اي دكتور، ما انا احتمال اليوم من اريد اسوي روت كيلر تريتمنت واريد احط الفان ريستوريشن، احتمال اسوي فايبر بوست، مو اسوي بلد اب، مرات احتاج كيسز ما باقي عندي كراون جيد، نسبه من الكراون جيده او الوولز، فاحتاج اسوي فايبر بوست. فبالفايبر بوست مو لازم الفايبر يفوت انسايد ذا كنال واسوي له بوندينج واسوي له سيمنتيشن بريزنت سيمنت او فلوبل كومبوزيت، اي فهذا يقوي لك البوندينج مال الفايبر بوست انسايد ذا كنال. ليش؟ لانه راح يثبط لك الماتريكس على ماتريكس ميتا على بروتينيز، ويخلي ويحافظ لك على الكولاجين فايبرز الموجوده وين؟ بالدنتال وول. اي نعم. الكلوراكسيدين شو يسوي؟ الكلوراكسيدين متفقين احنا راح يثبط انزيم الماتريكس ميتا على بروتينيز اللي هو ينفرز. وش يسوي من ينفرز؟ ينفرز وياكل لي الكولاجين فايبرز، وبالتالي يقلل لي الادهيجن البوندنج. ومرات انا بروت كيلر تريتمنت احتاج اسوي فايبر بوست اللي هو العلاقه بالبوندنج، افوت فايبر انسايد ذا كانال واحط له بوند وهاي السوالف واسوي له كيورنج. فاذا انا مستخدم كلوراكسيدين بعد الكولاجين فايبرز راح تنوكل؟ لا ما تنوكل، فيصير عندي ادهيجن عالي. زين الكلوراكسيدين بتركيزين 0.2% هذا يستخدمونه جماعه البريو، واللي يكون تركيز 0.2% الكلوراكسيدين يشتغل از بكتيريوستاتيك. مصطلح بكتيريوستاتيك هو مثبط للبكتيريا، يعني وقفها ما يخليها تتكاثر ما يخليها تنمو. هذا يستخدمه جماعه البريو. اما احنا بالاندو نستخدم كلوراكسيدين تركيز 2% واللي يشتغل كبكتيريسايدال، قاتل للبكتيريا. متفقين؟ 0.2 بكتيريوستاتيك ما يفيدني في جماعة البيريو، 2% بكتيريسايد القاتل البكتيريا يفيدني أنا بالإندو. زين بس بعدين طلعت articles تقول يابا هذا بي اكو بيشنت لقينا انه مجموعة من الناس قاعد يصير عندهم انافلاكسس، قاعد يصير عندهم انالجي تحسس من الكلوراكسيدين. لقوا جماعة انه هذا يسوي لك sensitization. لقوا جماعه، لقوا ناس انه الكلوراكسيدين قاعد يزيد لك نسبه الفيلير. هاي اكو ارتكلز تحكي موجودات وبهن يعني جايبين بقيه على سامبلز على بيشنت ولقيت هيك الريزلتس. والاهم من هذا، هذا كلوراكس عاده نستخدمه بكيسات النكروتيك. ليش كيسات النكروتيك بالذات؟ بالنكروتيك اذا تجي اليوم تتفرج على الاريجيشن بروتوكول فور نكروتيك كيسز او البري ابيكال ديزيز، هذا الكلوراكسيدين يقضي لك على الاندروكوكس في كالس. زين وبنفس الوقت يا جماعه الصوديوم هايبوكلور الكيسات الفايتال بالبايتس وجماعتها، البكتيريا بعدها ما واصله للكنال تقريبا، او واصله بالبول تشامبر او واصل اسيد مالتسن. بس بكيسات النكروتيك والبريابيكال ديزيز لا، البكتيريا واصله وعابره وقاعده بالبريابيكال اريا.
داخله بالدنتال تيوبيول، هذا يقدر يحلل لك السمير لاير اللي ما يقدر الصوديوم يحللها. اي شيء انه اورجانيك يشتغل عليه الاي دي تي اي، هذا يعطيك لبريكيشن افكت بس ما يسوي لك فلاشك، فهذا مو انتي بكتيريال وما يشتغل لك اصلا كفلاشك ايجنت. الاي دي تي اي يعطيني شغلتين، لبريكنت ممتاز، كليبريكنت وجودي ممتاز، وبنفس الوقت يقدر يحلل او يسوي لك ديسولفنج للان اورجانيك كومبوننت اللي هو المينين سمير لاير. مشكلتي انا بالسمير لاير لازم اقضي عليها، اللي يقضي لي عليها هو الاي دي تي اي. شلون اقضي عليها الاي دي تي اي؟ يسوي لك كالسيوم تشليت سوليوشن ويا من؟ ويا الكالسيوم الموجود وين؟ بالدنتين. يفسخ يجي يشلع يشلع الكالسيوم. هو شنو الدنتين والانامل غير او هو الان اورجانيك تشو او الهيدروكسيبيتايت؟ هي مو عباره عن كالسيوم وفوسفيت؟ يجي هذا ياخذ الكالسيوم، بقى الفوسفيت بعده تفكك تحلل، السمير لاير تحللت راحت. ايش فكرته؟ لان السمير لاير هي عباره عن دنتين، عباره عن بالبال تشو، عباره عن بكتيريال دبريز، كل شيء هاي السمير لاير يسموها. فالاي دي تي ياخذ الكالسيوم يفسخ تفسخ. فانا اليوم احتاج الاي دي تي اي حتى يسوي لي ريموفل السمير لاير اللي تكونت نتيجه الفايلز. وعاده السمير لاير هاي نتوخر راح ينكشف عندك الاريجولاريتيز، اللاترال كانال، الدنتال تيوبولز. فاجي شو اسوي؟ استخدم ورا الصوديوم حتى يروح يدخل يفاجئ البكتيريا اللي عنده جوا. هيك الشغله مالته. واحد يكمل عمل ثاني لان الصوديوم حاليا يشتغل اي بس هو ما دخل بالدنتال تيوبول ولا واصل لي من اللاترال كانال. ليش؟ لان مغطيتها السمير لاير وهو ما يقدر يوخر السمير لاير. فاجي استخدم اي دي تي اي واخلي السمير لاير انكشفت الدنتال تيوبول وراها استخدم صوديوم هايبوكلوريت يدخل عليهم جوه. تركيز 17% كانوا يستخدمونه سابقا يعني او بعد ما حاليا يستخدمونه حتى لقيت بيركب كيسات الريتريتمنت ريتريتمنت كيسز. الاي دي تي اي اكو جل واكو ليكويد. اللي يستخدم كاريجيشن هو ليكويد، اي دي تي اي ليكويد، تركيز 17% 1 مل فور 1 مينت. اما هذا الجلايد اللي تشوفه، هذا الجلايد هذه العصاره من شركه دز، شو يستخدمه هذا؟ هذا الجلايد متكون من اي دي تي اي وكاربامايد بيروكسايد از ستافنج ايجنت وجل. وين استخدمه هذا؟ هذا استخدمه هو من اسمه جلايد، من اسمه جلايد استخدمه بخطوه الجلايد باث تو فورميشن. اجيب الفايل الروتر فايل واحط عليه شويه الطخه بالجلايد وفوت انسايد الكنال واخلي البرو جلايدر يفتح حتى يسوي الجلايد باث تو فورميشن. هذا دير بالك يطيح على دير بالك الجلايد يطيح على البالب على البالب تشامبر، لان مباشره راح يسوي لك سوفتنينج يحلل لك البالب تشامبر. فبالتالي انت اذا جيت فوتت فايل بخطا يعني ما فوتت انسايد ذا كانال فطخ بالبالب تشامبر والبالب تشامبر صار ويك احتمال يصير لك برفريشن، وهاي نسبته 0.001% بس ممكن انت انلكي ويصير عندك. هاي الهوسه كلها، هذا يحلل، هذا يحلل التشو دنتين انما يحلل. بالفعل مره من المرات فتحت ابر 8 نينجا اكسس في عند فد اكسس عمليه كلش صغيره ما شفنا شيء، ما شفنا شيء لان هي كلش صغيره الاكسس. فجبت جلايد، الجلايد ما فات انسايد ذا كانال، لا بقى وين؟ طاح على الكراون فوق كلش على الكراون الجلايد طاح. الكراون الجلايد طاح على الكراون. ورا دقيقة بالضبط لقيت الانامل مال الكراون صار تشوكي وايت كانما حاط عليه اسيد اتش. يعني استوى الجلايد خرج لك الانامل، الانامل خرج لك اياه الجلايد، فهذا اسيد. هذا دير بالك يطخ شيء غير الكراون. لهذا هو يقول لك 1 تو 1 واحد الى واحد، نسبة واحد الى واحد. استخدم الجلايد او الصود او الاي دي تي اي اثنين دائما تتراستك اسيد 17% 1 مينت 1 مل فور 1 مينت، 1 مل لمدة دقيقة واحدة. هسا هم شو يسوون هاي الدقيقة الواحدة؟ شو يسوي؟ يحط 1 مل 30 ثانية ويغسل وراها يحط صوديوم ويرجع وراها شو يحط؟ 1 مل 30 ثانية للاي دي تي اي فيصير دقيقة واحدة. هسا نسولف على الاريجيشن بروتوكول شلون. زين.
شوف دكتور ممتاز، هذه الكترون مايكروسكوب، صوره الكترون مايكروسكوب فور دنتال تيوبل. هسه هاي الدنتال تيوبلز او هاي الكنالول بالحقيقه انا بستخدم بسوي انسترومنتيشن، هذا هذا الانسترومنت هاي اسمه اللير. هسه شوف شلون طالما جواها الدنتال تيوبل، فوت الصوديوم بيشتغل الصوديوم هنا عادي يشتغل، بس ما يحلل هاي لان هاي صلبه، هاي ما يقدر يشتغل عليها. بس باوع الدنتال تيوبل لا بد جوا الاسميال لاير، وهاي الدنتال تيوبل كلها بكتيريا خصوصا كيسات النيكروتك فما فوق، هذه كلها بكتيريا. شو يسوي؟ من تحط اي دي تي اي 1 مينت 1 مو فور 1 مينت وتغسل بعدين راح يصير شكل الدنتال تيوبل هالشكل. هسه من ترجع تحط الصوديوم هايبوكلورايد يجي الصوديوم هايبوكلورايد يركض ركض يدخل انسايد، يجيك ركض يدخل انسايد ينظف لك الدنتال تيوبل. لهذا هم شو يسوون؟ يسمونه irrigation protocol، لان هو مو بس سوليوشن واحد انا استخدمه واخلص، انا قاعد استخدم اكثر من سوليوشن، لان هو واحد يكمل عمل الثاني. زين انا ذا كيس باوع جيد. شوف دكتور هاي سمير لير، بعد الاي دي تي يصير هيك فري، يجي الصوديوم يدخل. زين اكو بعد انذر ريجنتس مثل هيدروجين بيروكسيد اللي هو الاتش 2 او 2 اعتقد، اي بالضبط هيدروجين بيروكسيد هو اتش 2 او 2 يستخدمونه بالاندوسان لفتره طويله، يشتغل لك انتي بكتيريا، لكن بالفتره الاخيره ها هذا يشتغل على بكتيريا ويشتغل على فيروسز ويشتغل على فانجاي، لكن بعد فتره اجى صار عليه وذدرول، صار له وذدرول ما اعرف شنو صار، يعني لقوا توكسيك لقوا مدري شنو، لقوا ان الصوديوم هايبوكلورايد افضل من عنده فقل استخدامه اليوم. بس هو يبقى هواي عندنا احنا اليوم ارجان سوليوشنز كوما، عندنا ارجان تدرون حتى الشاي الاخضر يعتبر ارجان سوليوشن، وهذا ناتشرال ارجان سوليوشن الشاي الاخضر، هو الانستيزيا يعتبر موست كومن والاكثر كفاءه وفعاليه هن ذن اللي هو الصوديوم هايبوكلورايد والاي دي تي اي نورمال سلاين كلوركسيدين. زين حاليا ما لقوا ماتيريال، ما لقوا الريجيشن سوليوشن تفوق على الصوديوم ابد، كل البيين عيوب كلهن، هنا كل شيء هنا كل الريجيشن سوليوشن بيين عيوب، بس اللي قاعد يقترب من مرحله الكمال هو الصوديوم هايبوكلورايد. زين مشكله الهيدروجين بيروكسيد، اذا انا جاي استخدم هيدروجين بيروكسيد وصوديوم، جاي استخدم اثنيناتهم هيدروجين وصوديوم، شنو ممكن يصير عندي؟ انه الـ لازم استخدم الصوديوم هايبوكلورايد كفاينل رينز، يعني استخدم هيدروجين بيروكسيد لازم استخدم وراء الصوديوم. ليش؟ لان هذا الهيدروجين بيروكسيد راح يحرر لك الاكسجين من يتحد ويا البالب تشيو او البالب دبريز او ويا البلد الموجود انسايد، هذا راح يسوي لك غاز، يفرز لك غاز، وهذا الغاز راح يبقى انسايد ذا كينال، من اجل يسوي كلوزنج للراديكولار سيستم راح يسوي لي بريشر، ويصير بريشر راح يسوي لي بين عند البيشنت. دكتور وصل الكلور، يعني انت تقصد صوديوم هايبوكلورايد ولا الكلور مال البيت؟ اذا على الكلور مال البيت فاحنا وضحناه بالبدايه شنو مشكلته، وهسه نرجع ان شاء الله نسولف عليه. فدير بالك من الهيدروجين بيروكسيد، يعني حرر لك غاز، وهذا من تجي انت تسوي كلوزنج للراديكولار سيستم، وهذا هنا غاز موجود ويسوي لك بريشر ويسوي لك سيفير بين للبيشنت. زين عندي ميكس يسمونه ميكس ارجنس او ميكستر اوف ارجنس، واحدة من هنا هو الـ MTAD، عندنا اثنين الـ MTAD والـ QMIX. الـ MTAD هذا تقدر تعتبره أنت مكون من ثلاث أشياء، يعني هو عبارة عن أرجس بس بداخله ثلاث أشياء. هاي الثلاث أشياء مثل الـ Citric Acid، Doxycycline اللي هو الـ Antibiotic، والـ بوليسيكليك MTAD متكون من دوكسي سايكلين اللي هو عباره عن انتي بايوتيك على اساس حتى يقضي لك على البكتيريا بتركيز 3%، وبيستريك اسيد تركيز 4.25. الستريك اسيد اللي هو عباره عن اسيد حتى يقوم بوظيفه الاي دي تي اي ويشيل لك السمير لاير. فانا سويت لقيت واحد يقضي لي على البكتيريا وواحد بنفس الوقت بداخله الستريك اسيد راح يقضي لي على السمير لاير، وبي ديترجنت اللي هنا ذن المنظفات الاعتيادية حتى ينظف لي الكلام يسمونه MTAD. أما إذا سمعين بالكيو MIX هذا لا، هذا كلوركسيدين و ADTA حاطين به على أساس إنه واحد يقوم بثابت عمل الثاني. بس هو هذا حاليا يعني مو وايد يوز، هذني مشكلتهم يا جماعة
هن مو وايد ليوز. ليش مو وايد ليوز؟ يعني يصير عليهم withdrawal او يصير لهم limitation، يعني ما يقدر يطلع كل الكيسات. نعم المشكله. وبنفس الوقت هاي الهوسه كلها لي دي تي اي والام تي اي دي والكلوركسيدين والهيدروجين بيروكسايد والهايبوكلوراس اسيد والشاي الاخضر والمدري شنو، هذا كله ما يستخدم كريبليسمنت للصوديوم هايبوكلورايد، هذا كله يستخدم كأجنكت مساعد للصوديوم. ماكو واحد بيهم يقدر يتجرأ ويعوض الصوديوم هايبوكلورايد. خافون. ما حط ال اكو بعد ما حط الظهر اللي هو النورمال سلاين كفلاشنج ايجنت، عنده ديستال ووتر نورمال سلاين. النورمال سلاين مالتي يسمونه واكو الديستال ووتر اللي هو المال المقطر، هذا اللي نستخدمه كفلاشنج ايجنت. نورمال سلاين انستيتيك سوليوشن ووتر اعتيادي ديستال ووتر مال مقطر، هذا يستخدمونه كفلاشنج ايجنت بس، يعني تحطه ما تحطه ما له وظيفه، فقط يطلع لك الدبريس. وعاده المرات احنا نستخدمه بتوين ذا اريجيشن بين سوليوشن وسوليوشن حتى ليس بيناتهم انتراكشن. زين الصوديوم هايبوكلورايد، مشكله اليوم الصوديوم هايبوكلورايد نحتاج انه مثل ما تقول نفسخه. شوف دكتور، هسه الكونستريشن مال الصوديوم هايبوكلورايد بعد من تزيد الكونستريشن يزداد عندك الافكاسي، من تزيد الهيت من تزيد درجه الحراره مالته تزداد عندك الافكاسي، من تزيد الوقت مالته ايش قد حاطه بالكنال يزداد عندك الافكاسي. بينما من تحطه وي انذر ايجنت مثل الاي دي تي راح تقل فعاليته، من تحطه فتره طويله ويصير اكسباير او يصير فتره طويله خازنه يقل فعاليته. الصوديوم هايبوكلورايت شنو سالفته؟ الكونستريشن ما اتفقنا انه من 0.5 تو 5.25 هو هذا التركيز المتعارف عليه للصوديوم هايبوكلورايت. بس التركيز 0.5، شوف كل التراكيز من 0.5 لحد 5.25 كل هن يمتلكن انتي بكتيريال افكت. كل هاي التراكيز تقدر تقتل لك البكتيريا. الاختلاف وين بالصوديوم؟ الاختلاف انه كالديشو ديسولفينج ابيلتي هنا لا، الوضعيه تختلف. كل ما ازيد التركيز مال الصوديوم كل ما التيشو ديسولفينج ابيلتي تزداد. ال 0.5% هذا ما يقدر يحل لك البوب، ما يقدر، بس يقدر يقتل لك البكتيريا. لهذا هم شو يقولون؟ يقولون 0.5 100% نفس الشيء كانتي بكتيريال، بس المشكله بالتيشو ديسولفينج ابيلتي. لهذا انا احتاج على الاقل من 2.5 فما فوق حتى تحصل على تيشو ديسولفينج ابيلتي قويه حتى تحلل الاورجانيك تيشو. زين بس المشكله هم شنو هو؟ المشكله هم كانوا خايفين خاف الصوديوم هايبوكلورايد يعبر عن الكلى ويسوي له مشكله. هسه ترابي نجاة شو يقول؟ يقول يابا تركيز صوديوم هايبوكلورايد 1.3%، هذا جيد وكلش كافي اذا تريد تستخدمه كاسترومنتيشن سوليوشن. احنا مو قلنا ما اقدر استخدم انا فايل بدون ما اكو الكنال بيها ريجيشن، ف 1.3 جيد، 1 جيد، 2.5 جيد، 5.5 جيد. انا هذا ما يهمني. ليش انا جاي هنا اسوي استرومنتيشن؟ اللي يهمني شو وقت من اجي لموضوع الديس انفكشن بروتوكول، من خلصت استرومنتيشن واريد اجي هسه اسوي الاريجيشن بروتوكول مالتي، هنا يهم التركيز. هنا الفكره شباب. فبديهيا كل ما يرتفع التركيز تزداد القوه مالته. وبعد شغله اليوم يشتغلون على صوديوم هايبوكلورايد بتركيز 12% 12% حتى يزيدون الفعاليه مالته، بس حاليا بعد ما طرح بالاسواق لكن قاعد يشتغلون عليه واكو ستاديز قاعد يسوون بهم. لانه ما يقدرون يجيبونه قبل، لازم يسوون كلينيكال ترايلز حتى يشوفونه ابروفد يوافقون عليه ولا لا. زين فالصوديوم اخلي بالي شنو تاثيره وشنو قوته. انت تستخدمه تستخدمه بالنيغوشيشن، تستخدمه بالجلايد باث، تستخدمه بالاسترومنتيشن، تستخدم التركيز اللي يعجبك. بس من تجي
تشتغل كدس انفكشن بروتوكول او اريجيشن بروتوكول لازم تستخدم تركيز جيد اللي هو 2.5 او 5.25. 2.5 جيد على اعتبار عاده يستخدمها بكيسات الاوبن ابيكس يستخدمونه يعني شويه التوكسيسيتي مالته اقل، اما 5.25 فهذا قوي شويه على التشو فدير بالك لا يعبر. وسالفه انه يعبر من البرابيكال اريا ويسوي لك هايبوكلايد اكسيدنت، ترى يا جماعه هذا الموضوع مالتي فاكتوريال، يعني انت مو لا تتوقع انه انا اذا استخدمت تركيز قليل ما راح يعبر الصوديوم، لا يعبر. ليش؟ الموضوع عبور الصوديوم من الابيكس هذا مالتي فاكتوريال، اكو عده عوامل تدخل بيها. زين التمبرتشر من اجي احمل الصوديوم هايبوكلورايد ايش لقوا؟ لقوا انه 1% من الصوديوم هايبوكلورايد من ازيد ارفع درجه الحراره مالته راح تزداد الافكاسي عندي. فسووا استدي ايش سووا بيها؟ جابوا تركيز 2.5% صوديوم هايبوكلورايد وحطوه بدرجه حراره 37 سيليزيه. لقوا انه تاثيره صار نفس تاثير صوديوم هايبوكلورايد بتركيز 5.25 بدرجه حراره 22 سيليزيه. يعني ابو 2.5 من رفع درجه حرارته صار تاثير نفس تاثير بال 5.25 بدرجه حراره اقل. اللي صار شنو؟ انه الافكاسيه ازدادت من رفع درجه الحراره. لهذا اللي مو هواي تسمع كونسبت يقول لك احط الصوديوم واسوي له انتراكنال هيتنج يحميه حتى يزيد الفعاليه يزيد الافكاسي. شو يزيد؟ يزيد التشيو ديسولفنج ابيلتي، يزيد قدرته انه يحلل لك التشيو، بدل ما هو ساعتين يحتاج حتى يسوي لك ديسولفنج للبول ممكن بالهيت نص ساعه 20 دقيقه 15 دقيقه. زين هسه شلون راح احمي انا الصوديوم؟ اما انت تحط الصوديوم اصلا بوتر باث مثل ما هو ساي يحط يجيب السرنجات يحطهم بوتر باث يحميه ويروح يحطهم انسايد ذا كنال. بس شنو او يحطهم بهذا الجهاز؟ هسه هذا ووتر باث ماي ويحمي. هذا لا جهاز هو اصلا هيتر يحطهم ويحميه. المشكله شنو هنا؟ لقوا انه انا هسه من احمي السرنج هذه واجي اوديها انسايد ذا كنال واحقنها. بمجرد ما الصوديوم هايبوكلورايد اللي هنا درجه حراره هو ترى يحتاج انه ترتفع درجه حراره ما من 60 الى 70 سيليزيه، من 60 الى 70 سيليزيه. من قاعد اخليه انسايد ذا كنال بمجرد ما الصوديوم يلامس لي الوول مال الكنال تقل درجه الحراره مالته لدرجه حراره جسم الانسان او درجه حراره 25. تقل. بس هي 60 و70 قلت درجه الحراره مباشره بس يدخل كنال وول. فبالتالي ما قاعد استفاد من عنده. قاعد حميه تفوت انسايد ذا كنال يبرد. فسووا قام يجيب الصوديوم عادي ويحطه انسايد ذا كنال ويسوي له اترا كنال هيتنج يحميه هو داخل الكنال. شلون يحميه هو داخل الكنال؟ اكو شيء يسمونه سيستم بي بالاوبشريشن، بالاوبشريشن اذا سمعين بالكونتينوس وورم كومباكشن جهاز بشركه اي تي تي يسمونه سيستم بي. تب يعني تب تود انسايد ذا كنال وتعطيك حراره. فش يسوي؟ يجيب هذا الجهاز اللي هو سيستم بي وهو داخل الكنال الصوديوم داخل الكنال يحمي الصوديوم وهو داخل الكنال فيبقى حار ويعطيك افكاس عاليه. فيسمونه انترا كنال هيتنج. زين الديوريشن اوف اريجيشن ايش قد انا احتاج احط صوديوم هايبوكلورايد؟ لان احنا يا جماعه نعرف انه الصوديوم هايبوكلورايد كل ما بقى داخل الكنال كل ما الكيلينج كيلينج اوف فيكتور راح يزداد، كل ما التشو ديسولفنج ابيلتي راح تزداد، كل ما قاعد احصل على سكسس ريت اعلى. بس انا اخاف انه هذا كل ما بقى الصوديوم داخل الكنال انا اخاف يعمل من البري ابيكال ايريا ويسوي الاكستروجن. لذلك ايش قالوا؟ قالوا انت ليش ما تحط تسوي كونستانت اريجيت اكستشينج؟ انت تريد تحط الصوديوم داخل الكنال فتره طويله اي. انت مو تحطه وتروح تاخذ لك غرفه، لا سوي الاكستشينج كل شويه، حط وشيل، حط شيل، حط شيل. مو احطه واروح ادروش واروح. لهذا هو شو يقول لك؟ مو يقول لك الصوديوم لازم يبقى انسايد ذا كنال 30 الى 40 دقيقه حتى يقضي لك على البالب تشو او اي شيء موجود انسايد ذا كنال كله؟ هاي 30 انا احطها احط الصوديوم واروح؟ لا. هاي 30 احسبها من ما من اول خطوه فوتت الصوديوم انسايد ذا كنال. يعني من خطوه الاكسس اوبننج حطيت الصوديوم انا احسب 30.
وظل ابدل عادي، تبدل اطلع الصوديوم واحط غيره، واطلع الصوديوم واحط غيره، واطلع واجدد، اسوي لي اكسشينج كل شويه، بس قاعد تبقى الكلام بها صوديوم. فانا سويت قللت مخاطر انه يعبر بالبريبيكال اريا، لان قاعد كل شويه ابدله، وبنفس الوقت قاعد اخليه فتره طويله اسد كلام. زين هسه الاريجيشن ريت ايش قد احتاج اني احقن صوديوم اسايد كلام؟ هسه اذا انا جيت حطيت صوديوم هايبوكلورايد 4 مل دقيقه واحده، احط صوديوم 4 مل، يمكن اذا الملي عادل سي سي يعني 4 سي سي لمده دقيقه واحده، اوكي، حتى شنو، حتى حصل على افكاسي اعلى، مو هيك احنا فكرتنا؟ لا دكتور، انت هنا قاعد تزيد الريسك اوف اكستروجن، واذا انت ما عندك رابر دام ترى هذه 4 مل يطلع على التانك، يطلع الصوديوم على التانك، ليش تختنق؟ هسه دكتور سولف شلون اسوي؟ دكتور روان هسه سولف، فايش قال لك؟ قال لك هسه انت مو 4 مل تريد تحط؟ اي زين، ليش ما انت تريد تحط 4 مل بدقيقه؟ مو اي مو زين، انت ليش ما شو تسوي؟ انا احط 1 مل يعني 1 سي سي، خلينا نقول مثلا 1 مل كل 15 ثانيه، احط 1 مل السايد كانال واحسب 15 ثانيه، بمجرد ما تخلص ال 15 اطلعه واجي احط 1 مل جديد لمده 15 ثانيه. فايش راح اسوي 15 ب 15 ب 15 ب 15؟ صار عندي دقيقه كامله، وانا كم مل حاط؟ 4. فبدل ما احط 4 دقيقه، لا، قسمت الاربعه الى مل مل كل مل 15 ثانيه. وبنفس الوقت قاعد اسوي ريفرشمنت، قاعد اجدد الصوديوم، لان يا جماعه الصوديوم مجرد ما يدخل الكنال ويشتغل عندك الكلورايد، اي الكلورايد ايون، تحسب 10 الى 15 ثانيه او الى دقيقه يفقد الفعاليه مالت الصوديوم. الصوديوم تحطه بعد 15 ثانيه ترى يفقد، يصير ليهش ليهش ولينش. اي هسه تروح شوف هو شو يقول انت تحط 4 مل لمده دقيقه واحده. هاي الاربعه مل لمده دقيقه واحده ما احطها كلها بسبب مخاطر الاكستروجن. والشغله الثانيه ان الصوديوم بعد 15 ثانيه يفقد فعاليته. الكلورايد ايون يفقد، اذا لا يشتغل انتي بكتيريال ولا يشتغل دشو ديسولفينج. الصوديوم اول ما تحطه يشتغل. ورا 15 ثانيه ورا دقيقه يفقد، يظل هيك شيء، كل شيء ما يسوي، بس اسمه حاط ماي. فشو اسوي اني؟ احط 1 مل 15 ثانيه. وراها احط 1 مل 15 ثانيه، فحطيت ملين بنص دقيقه. وراها احط 15 مل ثانيه. احط 1 مل 15 ثانيه، وراها 15 ثانيه 1 مل. فشو يصير؟ 15 15 15 15 دقيقه كامله انا حاط 4 مل. قسمتهم. وبنفس الوقت قدرت احافظ على فعاليه الصوديوم. ليش؟ لان قاعد اسوي اكستشينج، حطيت هذا اشتغل خلص قلت فعاليته، اجي احط واحد ثاني جديد اشتغل خلص قلت فعاليته، اجي احط واحد ثاني جديد اشتغل، وهكذا. هنا الفكره، لان يفقد فعاليته. زين اكو مشكله يا جماعه اللي هي الانتراكشن بتوين ذا ارجا سوليوشن. انا اليوم احتاج من احط الارجا سوليوشن لازم افصل بين الصوديوم بين الاي دي تي اي بين الكلوركسيدين. ليش؟ لان الانتراكشن ذني قاعد يصير بيناتهم انتراكشن. شو يصير؟ اذا انا حاط صوديوم وجيت حطيت فوق الاي دي تي اي، او انا حاط اي دي تي اي وجيت حطيت فوق الصوديوم، هذا شو راح يسوي؟ راح يقلل لك الديكريس، يقلل لك الريليس اوف الكلورين ايون. الكلورايد ايون مو هو المسؤول عن الانتي بكتيريال والتشو ديسولفينج اللي حكينا عليهم؟ وجود الصوديوم والاي دي تي اي بنفس الوقت داخل الكنال راح يقلل فعاليه الكلورايد بعد ما يشتغل، واذا ما اشتغل معناها ماكو تشو ديسولفينج، واذا ماكو تشو ديسولفينج معناها حتى انتي بكتيريال افكت ماكو. لهذا الصوديوم والاي دي تي اي لازم افصل بيناتهم، وافصل بيناتهم اما بنورمال سلاين او ديستل ووتر، او شو اسوي؟ اجيب المايكرو سكشن تيب واسحب واحد من عندهم. اجيب المايكرو سكشن تيب هو انسايد كنال واسحب الاريجيشن الموجود حاليا واجيب واحد ثاني جديد.
فشلون افصل؟ اما هذا الصوديوم بعد ما خلص اغسله بنورمال سلاين او ديستل ووتر او اسحبه بمايكرو سكشن. هذه واحد. النقطه الثانيه انه اكو انتراكشن بين الصوديوم والكلوركسيدين اللي هو هذا قدامكم. الصوديوم والكلوركسيدين وجودهم مع بعض في نفس الوقت راح يسوي لك راسب برتقالي يسمونه بارا، يسمونه بي سي اي بارا كلور انيلين. وهذا البارا كلور انيلين هو هذا عباره عن سايتوتوكسيك اند كارسينوجينيك بنفس الوقت. ما يسوي لك سايتوتوكسيسيتي، هو كارسينوجينيك يسوي لك سرطان. هذا الراسب الابيض اللي صار عندكم. فلازم بالذات الكلوركسيدين قبله احط فلاشينج وبعده اسوي فلاشينج. بنفس الوقت عندي انا انتراكشن بين الاي دي تي اي والكلوركسيدين. الاي دي تي اي والكلوركسيدين وجودهم مع بعض بنفس الوقت يسوي لك وايت ملكي بريسيبيتيت اللي هو شو يسوي؟ يقلل لك الافيكاسي اوف اي دي تي اي ويظل الاي دي تي اي ما يقدر يشيل لك السمير لاير. وهذا البريسيبيتيت هو انسوليوبل غير قابل للذوبان. فراح يسد لك يطم لك الدنتال تيوبولز يطم لك اللاترال كناز وما يفوت بها الصوديوم بعد. كذلك انا عندي انتراكشن بين الكلوركسيدين والنورمال سلاين. يعتقدون انه اذا تغسل الكلوركسيدين بنورمال سلاين هذا احتمال يسوي لك سالت بريسيبيتيت يعني يرسب لك املاح، وهاي الاملاح مشكلتها انه قاعد يسد لك الدنتال تيوبولز نفس الحاله. وإذا سدت الدنتال تيبلز أو اللاترال كانال بعد ما يقدر يدخل الصوديوم. كذلك أنا عندي انتراكشنز بين الصوديوم هايبوكلورايد والام تي اي دي يسوي لي يلو بريسيبيتيت، وبينما فقط المركب أو الاريجيشن سوليوشن الوحيد اللي ما يسوي لك أي انتراكشنز هو ديستل ووتر ما مقطع. هذا أكثر واحد سيف فيهم. ما يسوي لك أي انتراكشن. فكل كل اريجيشن سوليوشن احطه انسايد ذا كنال لازم اغسل وراء، اغسل اما اسحب مايكرو سكشن او اغسل بنورمال سلاين او اغسل بديستل ووتر. بس اكو شيء يقول لك، يقول لك اني فهمت من كلامك انه اني اذا احط الصوديوم راح تقل، مو صحيح؟ فلازم اغسل. زين انا ليش ما انا هسه انا اوكي حطيت صوديوم بس تركيزه قليل يعني كميته قليله ما يحتاج اغسل. ها دكتور شو اسوي؟ اجي احط كميه اكبر من الاي دي تي اي، او انا عندي اي دي تي اي كميه قليله واجي احط كميه اكبر من الصوديوم حتى كميه الصوديوم اكبر من الاي دي تي اي، فما يقدر الاي دي تي اي يقضي لك على الصوديوم فما يفصل بيناتهم. لا، مجرد يقلل كميه الاي دي تي اي ويحط صوديوم كميه هواي، فالصوديوم راح يتفوق على اعتبار كميته اكبر. شباب ترى المشكله هاي دوخه، هاي هوسي، هاي الكونسبتس والبرنسبلز مالتهم. واحد يقول انا اسوي مايكرو سكشن، واحد يقول انا نورمال سلاين. فالحال انت كل اريجيشن سوليوشن تحطه انسايد ذا كنال افصل قبله وبعده، اللي هو تفصل الدستل ووتر او نورمال سلاين، افصل لا تخليه هو بس هو. صوديوم نورمال سلاين وبعده، حطيت صوديوم افصل نورمال سلاين قبله وبعده، حطيت كلوركسيدين افصل بنورمال سلاين او دستل ووتر قبله وبعده. حتى لا تدخلك هاي السالفه، لان اكو موضوع شوي باجتهادات شخصيه اللي هي ماتيريالز عندهم مايكرو سكشنز وكونسبتس وبرنسبلز، فما براحتهم. انت اليوم كبيسك ساينس كبيجنر اني افصل بصوديوم بدستل ووتر او نورمال سلاين بين اي ارجن سوليوشن احطه. زين، شوف هذا الاي دي تي اي والكلوركسيدين، هذا الاي دي تي اي والكلوركسيدين كذلك انتراكشنز بريسيبيتيت وايت ميلكي بريسيبيتيت او فوجي يسمونه وايت اور فوجي. زين هسه اني شلون احط المود اوف ديليفري، شلون انا احط الصوديوم انسايد ذا كنال. بدي هي الشباب خصوصا الجماعه اللي ما عندهم رابر دام شلون يستخدمون. دكتور تبي تحط صوديوم وتسوي اريجيشن، حط جواها كلينكس قطن حتى ما يطلع هذا الاريجيشن زايد، يطيح على القطنه احسن ما يطيح انسايد ذا بيشنت ماوث ويسوي له مشكله. هذا وحده. النقطه الثانيه الريجيشن نيدل من تجي تفوت انسايد ذا كنال لازم تكون لوز وفري انسايد ذا كنال. هاي الريجيشن من تدخل لازم تكون لوز وفري، لازم ما تكون انجيجد، لان اذا كانت انجيجد يعني حاصره داخل الكنال
وانت حقنت الصوديوم هايبوكلورايد او ايريجن سوليوشن، ماكو مجال يطلع من عنده هذا الحقنته، ما عنده سبيس، فراح يبقى هنا وانت قاعد تضغط بعد، فيطلع بالبريبيكال اريا ويسوي لك اكسيدنت هايبوكلورايد اكسيدنت. فلازم تكون النيدل 3 انسايد ذا كير، لازم. زين شنو نوع الاريجيشن نيدل؟ هذه هايبوديرميك اريجيشن نيدل، هاي اللي تفوتها وتحقنها تطلع من البريبيكال اريا. شوف شلون شكلها، هاي اندودونتيك اريجيشن يسمونها سايد فنتد، مثقوبه من جانب مو من الابكس، للجانب. اذا من الابكس راح يطلع، بس اذا من الجانب ما راح يطلع الصوديوم، راح يرجع لي فوق يصعد. شوف دكتور، هاي الاريجيشن، اشكال الاريجيشن نيدل عندنا، هاي الهايبودرم، هاي عاديه، هاي الهايبودرمك مالت من مال جامعه الطب العام، هذا السايد فنتد من يطلع منه الصوديوم احسن ما يطلع منه. هاي دبل سايد فنتد بيها جهتين، هاي هم سيف وهاي مثقبه، هذا سيف هذا سيف هذا سيف، هذا ما راح يسوي لك صوديوم هايبوكلورايد اكسيدنت حتى اذا سلطت عليه هاي بريشر. شوف دكتور، هاي دراسه هم مسوينها، با من يحط الصوديوم وبالهذا فلات سايد ويحقن، شوف ايش قد قاعد تعبر مسافه، ايش قد تتقدم. فاذا انت وصلت هنا اعتبرها طلعت من الابكس، هاي هايبوديرميك كذلك، بعد ايش قد قاعد تعبر، ايش قد المسافه اللي يقطعها. بس تعال شوف السايد فنتد من تحقن، حتى اذا اكسسف بريشر تبسط، انت قاعد تدوس بكل قوتك ما راح يطلع هواي، هذا حدي راح وراها يرجع. هاي كذلك الدبل اند، وهاي كذا بعد ايش قد قليله، هذا اللي اكثر سيف، ايش قد ما انت تسوي مشاكل ما راح يطلع من البريبيكال اريا، يحاول ما يطلعهم. بس تخلي بالك، شوف هو شو تسوي، كلهن من خالي الانسايد كان خالي الفري، حتى اكو مجال يطلع يرجع من عند بتطلع من عند الدبريز، لازم تكون فري. اذا انجيج ما عنده سبيس فيطلع قبل البريبيكال اريا. بس اذا الاريجيشن نيدل فري، لا يرجع من هنا، هاي بين سبيس يرجع ويطلع من هنا للكورال بارت. فهذا نقطه جدا مهمه انتبه لها. هذا السايد فنتد، الجيجات عندنا 32 جيج، عفوا 23 27 30، المين اللي نستخدمه احنا 27 و30 اكثر شيء. 30 جيج تعادل لك فايل سايز 30، 30 جيج معناها فايل سايز 30 الايزو. زين المشكله شنو؟ هسه السايد فنتد مو سايد فنتد، من تحقن الاريجيشن السايد كانال، الاريجيشن يمتد لمسافه 1 تو 2 ملم من التب، بعد من التب صوديوم هايبوكلورايد يطلع من التب بمسافه 1 ل 2 ملم وبعدها يرجع. فاذا انت حاط الاريجيشن نيدل بالكورونال بارت او بالميدل بارت، ما راح يوصل الصوديوم المين للابكس وتبقى هاي شنو؟ لان اصلا هو الاريجيشن من تحقنه يمتد مسافه 1 ل 2 ملم من التب اوف ذا التب مال الاريجيشن نيدل ووراها يرجع، فهي راح تبقى ديد زون. اذا شنو الحل دكتور؟ دكتور لازم الاريجيشن نيدل مالتك توصل 1 تو 2 اور 2 تو 3 ملم شورت اوف ذا ابيكس اور شورت اوف ذا ابيكال فورامن، لازم حتى تضمن انه الصوديوم هايبوكلورايد او الاريجيشن بشكل عام يوصل لك للابكس، والا ترى هاي ديد زون. شوف دكتور، هسه هاي جيج 30 تعادل لك فايل سايز 30، هذا الايزو فايل زين، وهاي 27 تعادل لك فايل سايز 40. يعني شنو الكلام هذا؟ اذا انا اريد اوصل الاريجيشن نيدل او الاريجيشن سوليوشن للابيكال بارت، شو اسوي؟ لازم على الاقل انت محضر الابيكال المقدار سايز فايل 30 حتى تضمن هذا يوصل. يعني اذا فايل 20 انت واصل، فانسى شيء اسمه انه الاريجيشن توصل للابيكال بارت، انسى. لان هو انت اصلا لازم هذا تفوت الشورت اوف ذا وركينج ليث بمقدار 2 تو 3 ملم. يعني شنو؟
يعني اذا انت تشتغل برو تيبر او تشتغل روتر فايل لازم انت على الاقل محضر الكنب. فال 25 اي جيد، ممكن الاريجيشن يشتغل، او اف 3 فايل 30 اللي هي هاي اصلا الاريجيشن نيدل 30، بس هو حاط لك مينيمم اف 2. وبقى هذا الموضوع بكونترافيرزي، ليش بالكاسيفايد كنالز بالنورو كنالز بالتاني كنالز انا ما اقدر اوصل اف 2 اف 3 كبار اف 1 انف، بس هسه شفت انه الاريجيشن نيدل لازم توصل للابيكال بارت 2 تو 3 مليم شورت اوف ذا ابيكال فورامن، ولازم على الاقل اني واصل فايل اف 2 حتى اضمن ان الاريجيشن نيدل راح توصل. وبعد ما توصل شو اسوي؟ اجيب من هاي الاريجيشن وافوت بيها ستوبر مال فايل، واقيس اذا انا طول الورك ديث مالتي 20 طوله 20 احط الستوبر على اليمين على 18 حتى الشورت 2 مليم حتى اضمن يوصل الاريجيشن وما يعبر. فالنيدل هم احط له ستوبر وهم اقيسها بالاندودوتيك رولر، مو اجي افوت قبل، ماكو شيء اسمه افوت قبل، ماكو شيء اسمه هاب هازاردلي اور راندوملي، انا ما اسوي هذا الشيء. سووا جماعه البي دي، شركه بي دي اخترعوا اليوم اريجيشن نيدل يسمونها ايرفليكس. هاي الايرفليكس هي عباره عن بولي اثيلين مصنوع من ماده البولي اثيلين. هاي الاريجيشن نيدل جدا جدا فليكسبل، هاي ترى ميتال، هاي ميتال، هاي يسوي لك انجيجمنت وهاي تحشر وهاي احتمال تنكسر. اما هاي الايرفليكس بول مصنوع من البولي اثيلين فليكسبل بقى، طبعا هي سايد مدد للجانب وبيها ثقبين واحد يمين وواحد يسار، اوكي، وفليكسبل مرنه توصل، ها توصل لك الكرف كرم بقى، وتوصل لك 27 مللي وركينج لينث، 27 مللي توصل تقدر كرف كرم ستريت كرم اس شيب كرم، هذا يوصل لك الاريجيشن يدو. وبعد محززه الستوبر منها وبيها، الستوبر منها وبيها حتى ما يدوخك، تنعوج تتحرك تمشي كل شيء. فاليوم الكيرفت كانال ما يوصل لها الاريجيشن نيدل ما تقدر لان مو فلكسبل، بس هاي البولي اثنين هو الوحيد اللي يقدر يوصل لها. زين شوف دكتور، هذا الاريجيشن احط بيها رابر ستوبر حتى اشيك الورك ليث مالته وافوته السايد كانال، واحط خلي رابر ستوبر يقول لك على فرس بوينت حتى اعرف انا وين وصلت. ها هسه الجراسبك تكنيك للاريجيشن، قبل فتره نزلت فيديو عن شلون انا الزم الاريجيشن نيدل، وقلت لكم يا جماعه انه انا اذا مسكت الاريجيشن بهذا الشكل الاحتياجي مالتني وخليت الثام هو اللي يضغط، هذا ما راح يخليني اسيطر اني على الفورس، ما راح يعطيني كنترول على البريشر مال الاريجيشن، واحتمال انا راح ادفع صوديوم هواي. وبنفس الوقت انا من ازمه هيك شيء هذا احتمال يسوي عندي ماسكولو سكليتال سبازم وديز اوردرز بالجويت مالتي. فاتفقنا انه اكو كونسبت انه اني بدل ما امسكها بالثار امسكها بالاندكس فينجر بهالشكل، هذا امسك الاريجيشن نيدو واحط، لان هذا شو يسوي؟ يعطيني كنترول اسيطر على البريشر، هذا هيك شيء راح اسيطر على البريشر اكثر. اللي صار شنو؟ تفاجئت انه هواي قالت غلط ومو بكيفك وانت وين لقيت هذا جبت هذا الحكي وما يصير ولا تعمم. وواحد من الناس قال لي انت مطبق هذا هاي التكنيك على البيشنت اللي عندك على الكيسز مالاتك؟ بقيت الامانه انا ما جاوبت ليش؟ لان ما كان لا اشتغل بعياده ولا متعين، بس هسه تقريبا متعينين ان شاء الله واشتغلنا وداومنا. كل كيس اشتغلتها اندو طبقت هاي التكنيك كل امر لور، ولقيتها جدا مريحه وجدا ممتازه بحيث ما يصير عندي اي كومبليكيشن بالاريجن سوليوشن. ليش؟ لان انا مسوي كنترول على البريشر مالتي. فهذا الانسان اذا اشوفه مره ثانيه اقول له طبقتها ولقيتها جيده، فيا ريت انت بعد كيفك طبقت ما طبقت. لقيتها جدا ممتازه وفادتني بالابر وباللور، بحيث ما رجعت طبقت ذيك ما ارتاحت لان تعودت على هاي التكنيك. زين الاكتيفيشن، نوصل للمرحله الاخيره اللي هي الاكتيفيشن. اكو شغله يا جماعه، حكينا من ساعه على موضوع السيرفس تنشن وقلنا الصوديوم هايبوكلورايد احتمال انت حاطه انسايد كنال بس ما راح يدخل داخل الدنتال تيوبولز، ما راح يدخل داخل الاسمص الموجوده، ما راح يدخل داخل اللاترال كنال. فشنو الحل؟ فقالوا يا بيحتاج احنا اليوم نسوي شيء يسمونه اكتيفيشن.
ليش؟ حتى من اجي انا بالاكتيفيشن اللي هو عباره عن فايبريشن، اجي احرك الصوديوم اخليه يتحرك ما مرتاح ما مستقر، هذا راح يمشي ويتحرك ويفوت داخل دنتال تيوبلز وداخل الاسمس وداخل اللاترال كاز وينظف لك اياه. وبنفس الوقت واجهنا مشكله بالاريجيشن الاعتياديه، انت من جاي تحقن احتمال تتكون عندك بابلز فقاعات، وهاي البابلز تقعد داخل الكنال توقف هاي مثل هاي الوقفه وتمنع بعد اي ريجنت يعبر من خلالها للابيكال بارت. هاي الفينومينا الظاهره اللي تكونت هنا يسمونها فابر لوك، انه انا تكون عندي بابلز وهاي البابلز قاعد تمنع اي ريجيشن يفوت جوه، فلازم اتخلص من هاي الفابر لوك. حتى اتخلص من هاي الفابر لوك لازم اسوي اكتيفيشن. بالاكتيفيشن هاي الفقاعه راح تنفجر فيجي يدخل الصوديوم هنا او يدخل الاريجيشن بقيه البارت. فالاكتيفيشن من فعالياته انه يخلص لك من مشكله الفابر لوك، واحد يخلي لك يزيد لك الافيكاسي مال الاريجيشن سوليوشن ويخليه غير مستقر ويتحرك، يسمونه تيور بالانس، يصير مثل التوربينات مال الماي. شايف هذا الماي السدود شلون بيها توربينات ضخمه تحرك الماي، شلون تسونامي شلون شلال، هيك يسوي لك الصوت او الاريجيشن سوليوشن. فيزيد لك الفعاليه، يزيد لك الكيلينج افيكاسي، يزيد لك التشو ديسولفينج ابيليتي، يخلي الحركه مالته اسرع، يقلل السيرفستيشن مالته يفوت داخل الدنتال تيوبلز داخل اللاترال كانال. هاي الاريجيشن سوليوشن. احنا عندنا تو بارت، عندنا نوعين من الاريجيشن سوليوشن، عندنا عفوا الاريجيشن سوليوشن من الاكتيفيشن، عندنا سونيك اكتيفيشن وعندنا التراسونيك اكتيفيشن. السونيك اكتيفيشن هو استخدم انا اندو اكتيفيتر. السونيك معناها التركيز الهرتز مالته من 1 الى 6 كيلو هرتز، والالتراسونيك الهرتز مالته من 20 الى 26 كيلو هرتز. شو يسوي هذا السونيك والالتراسونيك؟ يسوي لك اكوستيك سترينينج افكت، يسوي لك تيور بالانس بالفلو، هيك يسوي لك شكل السوليوشن. شوف شلون اكوستيك سترينينج افكت، هيك يصير شكل الاريجيشن سوليوشن. هذا اللي يصير شكله هيك يزيد التوربلنس فلو مالته، يزيد الافيكاسي مالته، يزيد الـ الحركه مالته. شو عندي؟ عندي اندو اكتيفيتر اللي هو سونيك هذا، وعندي الالترا سونيك اللي هو مثل الالترا سونيك الاعتياديات اللي عندنا مال الاندو. زين راح قبل هذاك الجهاز عندنا كذلك جهاز شركه الترا، شركه اي تيث، هذا يسمونه الترا اكس، هم يسوي لك فكس كلش قوي وعالمي، هم يوريكم صورته هسه. وهذا من شركه في دي دبليو يسمونه اي دي، هذا هم سونيك. اوكي هسه شو راح نسوي؟ راح نوريكم فيديو ايش مستخدمين بهذا الفيديو. مستخدمين السونيك اكتيفيشن اللي هو اندو اكتيفيتر. شوف دكتور شو راح يستخدم هنا؟ راح يستخدم هنا الاندو اكتيفيتر اللي هو هذا، وراح يستخدم هنا الالترا سونيك مال بيريو هذا السكيلر يعني، وراح يستخدم هنا ليزر، وراح يستخدم هنا جهاز اي دي هذا من في دي دبليو راح يستخدمه. خلينا نشوف شو راح يصير. هسه بس ركز لي على السرنجات، هذا شنو معناه؟ معناه انه هنا عندي شورت كنال، هذا معناه شورت كنال. راح يستخدم الاندو اكتيفيت، هذا اندو اكتيفيت باور، هذا بكتيريا باور، هذا بكتيريا، هاي شورت كنال. هذا باع شلون طلع البكتيريا؟ راح يستخدم هسه هنا الترا سونيك، هاي باع هذا البكتيريا. شو دكتور؟ شلون يعني نوعا ما فعاليته اقل؟ رغم هو الناس كلها تقول لك ان حتى الدراسه تقول لك الالترا سونيك افضل. بقت بكتيريا شويه. راح يجيب هسه ليزر، هذا ليزر. اندودونتيك ليزر. سوي بي اكتيفيشن. ليزر هذا، شوف شو يسوي ليزر. تقريبا بقت عندي شوي هنا بكتيريا. هسه راح يجيب
حيجيب الاي دي من شركه في دي دبليو. شوف ايش راح يسوي الاي دي، باع. شوف ايش راح يسوي، باوع باوع بس باوع ما 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 باوع. شوف 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 ايش سوي، شوف ايش سوي، سوى تسونامي، سوى تسونامي. خليني اعيد هسه. انا شفت سوى سوى هذا شلون سوى تسونامي. هذني شورت توث، خلينا نشوف خلينا شورت كنال. هسه هذا ايش راح يسوي؟ سوى هاي التجربه على من على لوم كنال، طول الكنالات. شوف ايش راح يسوي. لكن شلون شورت كنال؟ هسه نرجع على اللوم كنال. اندو اكتيفيتر، ما عاد اندو اكتيفيتر رفعته قلت تقريبا قلت لان ما قاعد يوصل الفول وركينج لين. جيد اوكي ما اقدر اله الساعة بسرعة وثواني قضى عليه لان كانت شورت قدر يطخه. شوف اهمية الاكتيفيشن شلون مهمة. هسه ايش راح يجيب؟ راح يجيب الالترا سونيك. الو ولا يمها اصلا. معود ولا يمها ما ولا تحركت هاي الزرقاء المادي. هسه راح يجيب الليزر. هسه الليزر مع الليزر هم ما قدر يشتغل. ليش؟ لان تاثيره ما قاعد يوصل. هاي كنال لون كنال اسمه اي دي اي دي دي واي من شركه في دي دبليو. هسه استعرضت. هسه اريدك تركز لي على هذا الاي دي في دي دبليو. شوف ايش راح يسوي هذا الاي دي. شفت بالساعه تاثيره؟ شوف تاثيره هنا بعد بالليزر. شو يسوي هذا الاي دي؟ يسوي لك تسونامي اللي فوق. فهذا التسونامي هو تدريجيا راح يحرك لك الجوه. هو ما قاعد يوصل لجوه بس نتيجه التاثير ما انت قاعد الهوسه سوا قاعد توصل لجوه. شوف ما هو ما 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 ترى كارثه. كان يسوي دوامه، يسوي اعصار. هو ايش سوى؟ انت شفت ايش سوى لو لا؟ هو يعني تقريبا وصلت لحد هنا. هو فوت كثير نفس المستوى. بس هاي الحركه مالته قد ما قويه خلت الماي كله يتحرك سوى دوامه. هذني ليه التاثير القليل؟ بقل هذا بقيت هذا بقيت. بس هاي الدوامه سواها فوق هي نزلت لي جوا وقضتك على البكتيريا اللي جوا. اي دي بالضبط اي دي دي واي. ذني كان شورت هذا نون كنال. هذا الترا اكس من شركه اي تيث. هذا ممتاز كذلك يسوي تسونامي بي تو باك هواي. وهذني التب اغلبيته فليكسبل مثل هذا الجولد والبلو اللي يمكن نيكل تيتانيوم. هذني فليكسبل اقدر اشتغل بهن بالكيرت كنالز. وهذا الالترا اكس نفس هذا استعراض ما تشوفه. هاي التب مالته هاي البلو يمكن سعره 300 دولار 400 دولار 500 دولار. لا دكتور ما يخلي، لا ما يخلي بالعكس. ضع شلون فليكسبل حتى تفوت انسايد ذا كيرف كنال. هاي سوفت وفليكسبل همين. هاي جولد. هاي استخدم البروكن فايل لان شويه باورفل اكثر. شوف 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 تاثيره تقريبا نفس هذا الفي دي دبليو همش بقوه. فكرته هذا الاترا اكس نفس فكره الاي دي دبليو الفي دي دبليو.
تجي تبات مكتوبات على الكيت، يا تبات قصدي مال الترا اكس مال اندو اكتيفيتر. هذا الاي دي، الاي دي سوى هذا الاي دي انه هو هالسونار سوى فوق خلى الجو كله يتحرك. زين هذا ديفايس يسمونه اندو فاك. اكو غير التكنيك اللي نستخدمه، احنا قاعد نستخدم انه انا احقن الاريجيشن واسوي الاكتيفيشن. اكو اللي يسمونه بوزيتيف بريشر، اكو يسمونه لا نيجاتيف بريشر اريجيشن. شو يسوي؟ هاي هذا انسترومنت، هذا ديفايس اندوفاك بي سرنجه كانيولا وبي سكشن تيب، هذا تحطه على الكنال، هو من وحده يحقن الصوديوم هايبوكلورايد ويرجع يسحبه بالسكشن، يحط ويسحب، يحط ويسحب من وحده احنا معينه. فهذا الجاي قاعد يسوي اكستشينج وقاعد يسوي نيجاتيف بريشر. هذا النيجاتيف بريشر هو اللي يخلي الصوديوم يتحرك ويمشي ويدخل بداخل اللاترال سكينوس والاسمس، يسمونه اندوفاك. بس ذن اسعاره غاليه، هذا جنتل ويف مالتي سيستم اريجيشن، جنتل ويف هذا كلش سعره غالي غالي غالي. يعني هذا الجهاز شو تسوي؟ تجي تحطه انت على الكراون على الاكسس اوبننج، وهاي تبي تفوت انسايد وتسوي له كيور، فهذا شو يسوي؟ يقفل شلون قبق حطيته على السن، وهو بعد من وحده يفوت الصوديوم الاريجيشن ويرجع يسحبه، يفوت ويرجع يسحبه، يفوت ويرجع يسحبه. شو يسوي هذا؟ بدل ما الصوديوم يحتاج 20 الى 40 دقيقه يبقى داخل الكنال، هذا راح يقوم لك بوظيفه الصوديوم مقدار 7 دقائق. يعني 7 دقائق انت خلصان من كل شيء. بس هذا غالي نار، غالي غالي. يعني احنا الفقره اللي ما عندنا هاي الاجهزه كلها، شو نسوي؟ بيش نسوي اكتيفيشن؟ نسوي اكتيفيشن بشيء يسمونه مانيوال دايناميك اجيتيشن. اجيب ماستر كون جيتا بيركي، مثلا انا واصل اف2 اجيب جيتا بيركي F2 ومن احط الصوديوم هايبوكلورايد انسايد ذا كيل او ريجيشن، اجيب الجيتا بيركي واسويها بوش بول موشن اب اند داون، اسوي الجيتا بيركي حركتها اب اند داون نحو الاعلى والاسفل. هذه وين كان ضعيف؟ شوف هي هذه الفكره، هذا الاجهزه اللي تسوي هذا الجيتا بيركي الحركه مالته نحو الاعلى والاسفل راح شويه ها تحرك للصوديوم، شويه تحرك للصوديوم يعني تخلي بيفد نوعا ما من الافكاسي. بس رغم ذلك تسوي الاكتيفيشن نعم افضل من ما انا كل شيء ما اسوي. هاي المانيوال دايناميك اجيتيشن جيت بيركي اللي قاعد استخدمه اني رغم مركز تخصصي ونوعا ما ماكو ذيك امكانيات، بس انا قاعد استخدم هاي التكنيك حتى احصل على الافكاسي ولو قليله. هذا اضعف الايمان لان انا ما عندي ماتيريالز موجوده هناك، بس عندي هذا ممكن استخدمه ويعطيني تاثير، هذا افضل من ما اسوي اي شيء. زين العام رد اسوي اكتيفيشن، فجبت برش مال بيريو وشلت الشعيرات مالتها وحطيت بها فاله 8، والفاله 8 حطيتها بالهاند بيس وشغلت الفاله 8 بالهاند بيس كروتوري فايلز، فنوعا ما سوى لي هذا التاثير اللي هو تقدر تقول عليه كاكتيفيشن للسوليوشنز مالتي. بس المشكله بهذا التكنيكس انه الفايل 8 لانسريتد فايل، فاحتمال اذا طخ لي الوول ياخذ من الدنتن. كل الاكتيفيشن سيستمز ذني التوبات، التوبات اللي هن ميتال مو البلاستيك، يعني هذا الاي دي تب مالته بلاستيك والاندو اكتيفيتر تب مالته بلاستيك، بس الالترا اكس والالترا سونيك هذن كلهن توبات مالتن ستينلس ستيل، يعني ميتال عفوا بغض النظر هن ستينلس ستيل او شنو ميتال، فهاي اذا طخن الوول يقصن. بعد طلعت فكره ثانيه انه انا ممكن احط احط جيتا بيركي بادابتر صغيروني، جيتا بيركي بادابتر، الادابتر شايفينه اللي حول لك التوربين البيرات مال التوربين الى بيرات مال هاند بيس، احط جيتا بيركي بالادابتر واشغله بالهاند بيس. بس انا اشوف المانيوال دايناميك اجيتيشن افضل شويه واكثر سيف. الاريجيشن بروتوكول شو نستخدم؟ شو اسوي؟ شوف شباب هواي ناس كل من عنده اريجيشن بروتوكول براحته، كل واحد عنده هذا الاريجيشن بروتوكول مالته ويستخدمه، هي تيك ما هي تيك الى اخره. بس بشكل عام حتى رودل نفسك لايف رودل ذاك يوم قال يابا اني رجال كلينيشن، انا رجال مو عالم، انا اخذ البروتوكول من التكست بوك واطبقه.
استخدم بالبدايه اول ما دخلت بالكلام استخدم صوديوم هايبوكلورايد. وهذا طول فتره الشغل مالت الصوديوم. من وصلت من خلصت الاسترمنتيشن وجاي اسوي الاريجيشن مالتي اللي احنا نسميه ديسانفكشن بروتوكول. شو اسوي؟ استخدم بالبدايه صوديوم. تمام؟ احطه انسايد ذا كانت 30 ثانيه واسوي له اكتيفيشن، هيتنج واكتيفيشن. وراها اطلع الصوديوم. اغسله بنورمال صلاين او اسحبه بسكشن تيب او اجففه الى اخره. ارجع وراها احط اي دي تي اي 17% دقيقه واحده 1 مل. واسوي له اكتيفيشن. حتى الصوديوم حتى الاي دي تي اي شو يسوي؟ يزيل لي السمير لاير ويفتح لي الدنتال تيوبلز. بعد ما خلصت من الاي دي تي اي اغسل بنورمال صلاين او ديستال ووتر او اسحبه بسكشن تيب. واجي احطه وراه صوديوم حتى الصوديوم اللي حطيته يجي يفوت داخل الدنتال تيوبلز وينظف لي اياها او داخل اللاترال كانال وينظف لي اياها. واعيد هاي الخطوه مره مرتين، يعني هم عاده يسمونه 5 سايكل. صوديوم اي دي تي اي صوديوم اي دي تي اي صوديوم. هذا خلص الديسانفكشن بروتوكول مالته. يجي على الفلاشنج. هسه انا احتمال صارت عندي دبريز، احتمال عندي صارت بكتيريا، فلازم اسوي لنا فلاشنج. الفلاشنج عاده احنا نستخدم صوديوم او نورمال صلاين وديستال ووتر، لكن السيف اكثر هو النورمال صلاين وديستال ووتر. هسه شو اسوي انا مرات بالامكانيات اللي عندنا؟ احنا عندنا صوديوم وعندنا ديستال ووتر وعندنا اي دي تي اي. استخدم صوديوم وراها اي دي تي اي وراها صوديوم. من اي اسوي فلاشنج، اسوي فلاشنج بنورمال صلاين حتى براحتي. ما اخاف من شيء. نورمال صلاين او ديستال ووتر براشر قوي وبراشر مو قوي يعبر من الابيكس يطلع بحلق البيشنت، هذا الماي. هذا الماي مش اسوي فاينل فلاشنج بروتوكول اسويه بنورمال صلاين او ديستال ووتر حتى اخلص من هاي الهوسه كلها. فهسه انا نظفت الكلام بالكامل اجي وسويت لي اكتيفيشن وهي تقول هاي السوالف كلها، اجي احط بيبر بوينت انشف الكنال حتى احصل على دراي كنال، وراها اجي احط الاوبتريتنج ماتيريال مالتي. لقيت البركه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هسه شباب عندنا سؤال؟ ما طولنا عليكم اليوم. اللي عنده سؤال خليه يسالنا، ما طولنا قاعدين. انت اذا طبقت هاي البرنسبلز وهاي الكونسبتس، احنا عرفنا هسه الكونسبتس والبرنسبلز، بعد شو الاسترومنتس المتوفره عندي انا ممكن اطبقها واحصل على ريزلت جيده. افضل ما اظل اروح مكان وما حصل نتيجه، والله ما عندك اكتيفيشن، اي بس عندك انت عندك جيت بيركه تقدر تسوي بها مانيوال اجيتيشن. عندك الترا سونيك مال سكيلر ممكن تحط التب يم الكورال بات وتخليه يخف. فلا تعاجز او تقول ماكو شيء او ما موجود هذا الشيء، لا كل شيء موجود. حتى الصوديوم حاولت يعني يكون يعني اذا كان يعني بحاول والله يعني شفت فد حاله والله يعني الصوديوم داخل السرنجه بحبيبات ما ادري ببقايا ما ادري بطحالب، يعني هو الصوديوم متحلل هو داخل السرنجه، هذا متحطه بالكنال راح يشتغل. صوديوم يطيح على الملابس ما يدبرهن، وينكو صوديوم يطيح على الملابس ما يدبرهن؟ والله ماكو، وينكو؟ صوديوم يطيح على اللسان ما يبشت بشت ولا كانه لا يقول اخ لا يقول شيء. تشمه ما بيريحه. هذا مو صوديوم. فانت البرنسبلز اللي عرفنا هسه والكونسبتس حاول تطبقهم عندك بغض النظر عن الماتيريالز اللي عندك، المهم تطبقهم. دكتوره صوديوم وراها نفصل، وراها اي دي تي اي وراها نفصل، وراها صوديوم وراها نفصل، وراها اي دي تي اي وراها نفصل. ها بالمناسبه هذا الديس انفكشن بروتوكول ترى مو هو ب 30 و 40 دقيقه، لا الديس انفكشن بروتوكول احتمال كله 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 ياخذ عندك 4 دقائق الى 5 دقائق. ليه انت قاعد حاطه 30 ثانية؟ أما سالفة إنه الصوديوم لازم يبقى انسايد ذا كينال 40 إلى 30 ثانية، هذا من أول ما بديت. تحسب منين؟ تحسب من حط أول ما حط سويت الأكسس أوبنج وفوتت النيغوشيشن، من هنا تحسب. فأنت لحد ما توصل السمنتيشن خسران النص ساعة. فالديس انفكشن بروتوكول تقريبا كله على بعضه ما ياخذ 5 دقائق. اوكي دكتوره مخففين، بس كذا مخففين بحيث ما بتاثير، ترى هذا الاسود او ال 5.25 الجاهز قوي. جربته انا من طالب، جبته يطيح على الملابس، يطيح على ريحته قويه،
مرات اخترق من عنده استخدم اجتساد على اكستراكت التوث. دكتور 30 15 ما تبقين انت بكيفش تحطين مثلا 1 ملم 15 30 ملم لا ها لا هذه عفوا هذه اكتيفيشن لا مو انا احطه انسايد ذا كنال واسوي له هيتيك واسوي له اكتيفيشن لمده 30 ثانيه. والله دكتور انا ما يعني بالصوديوم مركز لو الحليب نسمي الخمسه والله حاليا الناس كلها 5.5 5.25 عفوا. تحب تستخدم ابو مو المشكله انت شلون تحل يعني انت قاعد تجيب مال البيت لو تجيب الجاهز اذا جاهز لا انا اشوفه ممتاز الجاهز ما يحتاج حتى يتخفف لان هم مجهزين لك اياه. والله يا دكتور يا بروتوكول امانه صرفت لك انه انا احط الصوديوم من اجي اسوي ابتشريشن من تجي لي كيسات ابتشريشن شلون اسوي ديسانفكشن؟ صوديوم نورمال صناعي اي دي تي اي نورمال صناعي صوديوم نورمال صناعي اي دي تي اي نورمال صناعي صوديوم. دكتور تبارك الكلوركسيدين نستخدم كيسات النون فايتال كيسز يعني بالنكروتك فما فوق بس ما عندي يعني ما عندي المكان احنا بالمركز مالته ماكو كلوركسيدين ويخوف سالفه الانتراكشنز ويا وي الصوديوم فما اضمن هو اصلا ما عندنا يعني حتى لو عندنا يعني ممكن افصله بالديستال ووتر بس هو اصلا ما متوفر عندنا. يبنى يستخدم مركز ايش يعني مركز قصدكم ب 5.25 غير لو شو المصطلح مركز؟ دكتوره شهد اي دي تي اي هو يسمونه 1 تو 1 واحد من واحد ثانيه واحد دقيقه واحد من دقيقه واحده. اي المركز شو تقصدون به؟ يا ايش قد تركيزه يعني المركز؟ يعني هذا مال بيت لو شنو المركز؟ اي لا دكتوره ممكن تحطيها بس انت لازم دكتوره شهد لازم تتاكدين انه الجهاز مالتش السكيلر هو بي الاندودونتك مود. هسه انا عندي سكيلر مال ووت بيكر بالبيت بي جنرال سكيلينج بي بيريودنتال سكيلينج وبي اندودونتك سكيلينج فلازم عندك خيار الاندو ولا ترى تنكسر. صوديوم اول ما افوت لي كنال افوت الصوديوم نسوي انلارجمنت او اسوي اكسس اوبننج او هذا افوت صوديوم. صوديوم يسوي لي انتي بكتيريال بنفس الوقت يسوي لي تشو ديسولفينج خف عندي بالب وبنفس الوقت يوقف لي بليدنج. ها لا كل ما استخدم بين فايل وفايل احط اريجيشن 2 سي سي يعني فوت احط الصوديوم افوت الفايل من اطلعه احط الصوديوم جديد مو ايش قد ايش قد ابقي هذا من اجي انا على موضوع الديس انفكشن بروتوكول. لازم دكتوره مريم لازم تسوين كونستانت كونتينوال ريجنت اكسشينج لازم اذا بالصوديوم ما اعتقد يعني انه هو السمير اللي يرشون يا ياخذها اي يسموها ريفلكس ريفلكس اي ار ار اي فليكس بولي اثيلين تب جديد هم غاليه والله يعني ما شايفها بالعراق فاذا اكو بالعراق يعني بس عند الادفانس دنتست موجوده عندهم هاي البولي اثيلين ريفلكس قويه اي نعم تشتغل هي لا هي فليكسبل هاي هي مو بولي اثيلين فكلش فليكسبل فتفوت بالكيرفت كراس نعم تفوت بينما ذني شيء ما يقدر يفوتها مو دكتور قلنا ايش راح نسوي؟ راح نفصل يسوي الانتراكشن مالتهم يسوي الروجن بده تاوتيكول بس مو احنا اتفقنا غير نفصل بنورمال صلاين ما نحطهم مع بعضهم بعض. تمام شباب؟ اكو بعد سؤال؟ خليني حتى نختبر خلي عيد الحلوه فيديوهاتنا التعليميه. عنده سؤال لحد ما نتفرج على ذني الفيديوهات اسالوني. هذا الاندو هذا الاندو اكتيفيتر يمكن من شركه ذا سبلاي اعتقد. جيد حلو مرتب الاندو اكتيفيتر لا باس به. انا صدمني الالترا سونيك. شنو ما بيطخه ولا يطخ. اي هذا جلايد يسوونه لا مو يزيد القراءه لا ما له علاقه بالقراءه يسوي جلايد باث. والله هاي سالفة انه يزيد القراءة ما اعرفها للامانة دكتورة. دكتور عفوا دكتور رحيم. الاي دي تي يخلون وين يخلون حتى يزود والله ما اعرف هذا ما سامع بها اني. هذه الايونات ما ادري والله. هو تشيليتنج ايجنت يعني اسد. ما ادري والله اسعارها ما اعرفها.
والالترا سونيك اكو اسعار هواي يعني كل شيء له اليوم اسعاره هواي، بس الالترا اكس اعتقد يعني 400 دولار فما فوق، ما ادري ما ادري 300 دولار ما بعرف. شوف الليزر بالشورت كانال شلون اشتغل زين لان قدر يوصل، بس الليزر من وصلنا يوم سالفه اللون كانال ما اشتغل. هذا العيد با 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 ايش راح يسوي؟ والله كارثه، ترى كارثه هذا الجهاز كلش معجبي اني. شوف 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 يعني ذن كلينيكير، بس هذا بعد من الهوسه صاير هسه يلا صفاي. أنا حرك الارجنت كله هسه هاي باللوكينال، هسه هاي باللوكينال. هذا الدكتور بيتا الالتراسونيك لازم فوليوم قليل، هذا الالتراسونيك لازم الفوليوم مال الاريجيشن قليل حتى يقدر يشتغل. اكو تو تكست بوك دكتور روان اللي هو تكست بوك اوف اندودونتكس فورث اديشن ممتاز، والجروسمان هم جيد، والكوهن بس انا الكوهن ما شايف الامانه مع الليزر. الامانه اتعجب يعني هو الليزر كلش غالي، فانت ما تجيبه تسوي بيه اريجيشن يعني لازم تجيبه تشتغل بيه كيسات اخرى سيرجري الى اخره، بس ما تجيبه تسوي بيه اريجيشن هو غالي. ممكن انا بفلوس اجيب غير ديفايسز يفيدني. خلينا نشوف الفيديو دبليو. طبعا سبيل الله هذا الاي دي ايش قد هو طويل الكنال هاي السرنجه، شوف ايش راح يسوي لك. هو راح يدخل شويه فوق. يعني فد شيء حلو. بس تدرون شباب ذكرت هسه شغله، شنو الفرق بين الالتراسونيك والسونيك؟ السونيك مو هوسه فيطشر لك الارجت من الكنال، يعني راح يلبس لك الكنال. انت شفت هذا الفيديو دبليو شو قام يطفر، فهذا بالكنال راح يطير لك صحوه رهيب، بس راح يطير لك الارجس من الكنال، لازم كل شوي تحط صوديوم. بينما شفت الالتراسونيك سوى التراسونيك هنا كانما انت ما حاطه هنا الالتراسونيك بنفوته كانما انت ولا كانما موجود، فسوى بقى الارجس سوليوشن داخل الكنال، وهي هاي واحده من نقاط القوه بالالتراسونيك انه يبقي لك الصوديوم الارجس داخل الكنال ما يطفر لك اياها مثل ما طفر لك اياها هو الاندوكتيفيتر والفي دي دبليو الاي دي. هاي الفكره تمام هسه شباب؟ اكو بعد سؤال؟ حتى ما اذا ما اكو سؤال شباب اكو بعد سؤال؟ مايكرو سكشن انه هذا التيب تكون كلش صغيره بحجم المايكرو تفوت انسايد ذا كانال وتسحب لي الصوديوم تسحب لي الاريجا سوليوشن. كلش تيب صغيره شلون الفايل تفوت انسايد ذا كانال تدخل داخل الكانال وتسحب لي اياها شلون بدخل السرنجه وتسحبين، فهاي يسمونها مايكرو سكشن تسحب لك الاريجا سوليوشن الموجود داخل الكانال يسمونه مايكرو. ان شاء الله ان شاء الله هنا تقريبا حاليا بعد ما خلصت سلسله الاندو موشن افكر جاي نبدا بسلسله فيديوهات قصيره على الفايل سيستمز. اكو سؤال بعد شباب؟ حتى بعد نروح نستعد اللعبة.
ان شاء الله هم من جماعه البيليكل تيم هم راح ان شاء الله راح يسيفون البث، انا حسيفه، هم بعدين يسحبونه او يصورونه وينزل لكم اياه على قناه التليجرام وقناه اليوتيوب. يلا شكرا والسلام عليكم.